مليانه نيونتولوجي، الناس اللي فيها اغلبهم بتوع نيونتولوجي. بتدخلوا الناس بتلتزم بالورق بتاع السيناريو ده اللي هجيب لكم حاجات شبهه اللي هو كيسز كده انفستيجيشن كلام جميل، ما عدا تقعد تتكلم عن ايه سنه نيونتولوجي، مفيش حد خالص بيلتزم بالورق، اللي هو سؤال مثلا جاي لي انا هفكر معاك سؤال رينال، عيان منفخ ضغطه عالي المول بتاعه احمر غالبا ده بوست ستريبتوكوك، تلاقيك بعد ما خلصت بتقول لك طب تعرفي ايه بقى عن النيونيتال كونفالجنز؟ نيونيتال ابنيا، نيونيتال ريسبيراتوري ديستريس، فاحنا عاوزين نكون اكثر واقعيه، ايه المطلوب؟ شابتر نيونيتولوجي اللي هو اول شابتر موجود طويل طويل ما شاء الله ملوش نهايه، بس انت بتجري ما فيش حاجه بتخلص. في موضوعين اللي هو النورمال نيورون ده مش هشرحه كده، ده يحتاج مني ال ان احنا نشغل باوربوينت لانه كله صور هو والريفلكسز اللي معاه وموضوع اللي معاه برضه اللي هو الريسسيتيشن. ليه؟ لان ده بيبقى فيديوز، هم 20 فيديو كده اسمهم نيونيتال ريسسيتيشن فيديوز بينزلوا في امتحان العمل. طفل بيتعمل له سي دي ار، طفل بيتشفط، عمل له نيك اكستنشن، ريفلكسز ميمورو ساكلينج جراس، كل دي حاجات نورمال بتقراها كده سهل، بس ده محتاج يبقى مشغلين باوربوينت ونبص عليه. فده هنسيبه كده خالص وكده كده بيطلع منه حته صغيره برضه عشان ما تضايقوش نفسكم. طبعا المواضيع بقى اللي هتهتموا بيها ايه؟ الموضوع الاول طبعا بلا منازع النيتر ريسبيراتوري ديستريس، ده واحد. اثنين بري ترم بيبي نكتبهم وبعدين نبدا نتكلم مع بعض اللي هو البري ماتيورتي. ثلاثه نيونيتال جومبس، بعدين نيونيتال ابنيا كونفالجن سينيا وميتابوليك وهيماتولوجيكال ديسورد. دي اشهر مواضيع النيونتولوجي، دول مفيش طالب بيبقى داخل مش عارفهم كويس جدا جدا لان دول الجحيم في الامتحانات كلها. نيونيتال جوندس، نيونيتال ابنيا، نيونيتال كونفالجن، نيونيتال سيبتسينيا معاهم البري تيرم بيبي وايه مشاكله والريسبيراتوري ديستريس اللي هو الريسبيراتوري ديستريس سندروم هاي لاين برين ديزيز او ميكونيا اسبيريشن سندروم او ترانزنت باكيت. ده قراءه تبقى عارف شكل الطفل، جلده عامل ازاي، وزنه قد ايه، طوله قد ايه، هارت ريت قد ايه، بنوصفه، بنوصف نيوبورن طبيعي. عنده بعض الريفلكسز هناخد منهم واحد ننزله لكم فيديو اسمه مورو ريفلكس، مورو اللي هو الستارت اللي هو الخضه اللي هو بنخض الطفل كده يروح عامل ايديه كده. هنفهم الكلام ده بعدين، دي حصه عبيطه كده هنقولها مع الفيديوز مع الصور على بعضها، نفتح الكتاب نبص على الحاجات اللي فيه ونشوف الصور لان كل الصور اللي في النورمال نيوبورن بتنزل في الامتحان. تروفورس الصوره بينزل على سؤالين اثنين تروفورس صح ولا غلط؟ نبدا بقى من اول هنا. لو انا عاوز اكلمكم على ريسبيراتوري ديستريس في اطفال وعلى طفل بريتر في البدايه حابب نعرف ايه هم تقسيمه العيال دي. طبعا لو انا هكلمكم يعني ايه نورمال نيو بورن حد من الاعلام هيرد عليا يقول لي هو طفل عمره اقل من كام؟ من شهر اللي هو 28 يوم اللي هم 4 اسابيع. كل دي حاجات لازم تبقوا عارفينها. وانتوا في امتحان الاطفال بعد اذنكم بتحط عينك كده على الكيسز اللي نازله كلها، بتمشي الاول بالقلم النيوبورن الولد اللي سنه اقل من شهر وانت واقف كده بتروح عامل سلاش كده، دي حاله نيوناتولوجي. في كل الكيسز اللي بتنزل. خلاص نزل لنا 100 نمره بعد النظري متقسمين ل 60 درجه ام اس كيو و40 درجه بروبلم سولفنج، 20 كيس بروبلم سولفنج. ال 20 كيس دول هنزل لكم ورق مختصر جدا، سيبك من هبل ده كتب وعمالين يلفوا الدور في الاخر هم كام ورقه مش هيخرج منهم حرف، كلهم على بعضهم 20 ورقه بالكتير المنهج كله. لما تمسك الحاجات دي هتلاقي ان النيو بورن انا عندي 20 كيس هاجي بالراحه كده اي طفل اقل من شهر اروح اعمل عليه علامه دي كده الكيسز بتاعت النيونيت. عاوز ايه بقى؟ اقرا الكيس براحتك، طفل بينهج يبقى نيونيتال ريسبيراتوري ديستريس. طفل اصفر يبقى نيونيتال جونز. طفل نفسه واقف خلاص فارمل ما عادش راضي يتنفس نيونيتال ابي، طفل عمال يعمل حركات نيونيتال كونفالجن. طب طفل عنده كل دول نيونيتال سبتسيميا. النيونيتال سبتسيميا قبل ما اشرح هو طفل نفسه واقف وبتشنج واصفر وبينهج وحال جميع مشاكل شابتر النيوناتولوجي فيه. يعني الكيس بتاع النيونيتال سبتسيميا قبل ما تدرسوها انا قلت لكم امبارح انت صغير كده ان النيونيت لما بتدخل له انفكشن بتلاقي كل جسمه ايه؟ مستباح. الهارت والشيست كله عادي هدخل اي مكان فسهل عشان كده لما تلاقوا حاجه عمال تقرا فيها كل مشاكل النيونتولوجي خلاص ما انت شخصت انت زعلان ليه؟ دي حاله اسمها نيونيتال سيبتسيميا اللي هو تسمم الدم في النيونيتس.
ايه تحسين الاطفال؟ عندنا دكاتره حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اوف نورمال نيبور، تلاقوا بعد البري النورمال بيبي والحاجات دي ورقه كده اسمها كلاسيفيكيشن تقسيمه الاطفال. الكلاسيفيكيشن اوف ذا نيبور حسب الايدج، انتوا خدتوا نسا وعارفين ان في حاجه اسمها جيستيشنال مين ايدج اللي هو عمر الحمل. جيت ام قالت لي والله يا دكتور انا ولدت من 22 اسبوع في الفتره دي لحد 37 اسبوع. اي طفل بيتولد في المده دي الدكاتره بيقول عليه بري ترم. يعني انت كده عاوز الترم بيبي مين اللي بعد ال 37 دي لحد 41 اسبوع. ده يبقى فول بدل بري يبقى فول ترم. طب لو عدى ال 41 اسبوع بقى كلمه بوست. اللي هو من 41 اسبوع لحد 42 او اكثر. الكلام ده هيفرق معاكم كتير جدا اللي انا هعمله دلوقتي ده، انت عندك بريتر قبل 37، جيت كيس نيو بورن بيبي بورن 34 اسبوع، 33 اسبوع، 35 اسبوع، كل ده بروح عامل كده الشرطه كده بريتر بيبي، ماله بقى؟ اتكلم احكي قول. غالبا يا جاي لوحده عمال يوصف فيه وسابك يبقى دي بريتر بيبي وهيسالك السؤال اللي بعده ايه الكومبليكيشن اللي بتيجي لهذا الشخص؟ يا هيجيبه لك بينهج عنده نفس ومش مسترايك وده مرض شهير جدا اكيد انتوا عارفينه اسمه هايلاين ممبرين ديزيز او سيرفكتنت ديفيشنس اللي هي نقص ماده الرئه. ناخدهم على الاحتمالين. لو انا جبت طفل بريتيرم بيبي وعاوز اوصفه البريتيرم بيبي في الوصف بتاعه هو طفل اقل من 37 اسبوع نازل عشان مامته او هو في مشكله. لما بنيجي نحط الكوزز دي بتبقى يا ماتيرنال يمين 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 تقول لي الطفل بيقعد جوه الرحم متوسط 40 اسبوع ليه؟ عشان الرحم اولا قدامك اهو شكله ماله كويس في سيرفكس ماله محترم وقافل كويس على الولد في هنا مين؟ بلاسنت ونازل منها كورد كده ماسكه في هذا الشخص ومفيش اي تعرض ولا اي حاجه خالص وحجم الرحم تمام والدنيا كويسه. لو انا عاوز انزل الواد ده بدري وجيت سالت حد من الدكاتره اللي قاعدين ايه رايك في اليوترس؟ يقول لي ممكن يكون سبب من اسباب الولاده المبكره. ازاي؟ يكون شكله مثلا كده اللي هو الباي كورنويت يوترس الرحم الزون كارناين او سبتيتد يوترس او نسيت يوتراين انوم يوتراين انوم اللي الام مولوده بيوتراين انوم اللي فيها عشان كده لما جيت تخلف الواد قعد في اوضه مش مناسبه قوي ما قدرش يقعد المده الطبيعيه فنزل بدري. رقم اثنين تقول لي ممكن يبقى عيب في السيرفكس ده ماله السيرفكس؟ اشهر سبب في الشهر الثالث او الرابع كل ما وزن العيل ده يزيد بيريح على السيرفكس ده. لو السيرفكس مش قافل حلو كده بيروح الولد مساقط الممبرينز بتنزل تيك تروح مفرقعه. فانا عندي حاجه اسمها سيرفايكال انكومبتنس. لو حصل السيرفكس سايب بنيجي نخيطه دايره كده اسمها سيركلاج وبنفكها بعد الولاده او ساعه الولاده لو هتولد سيزيريان او دورة. فانا عندي يوتراين انومالي سيرفايكال انومالي ممكن بلاسنتا. ايه اللي في البلاسنتا يعمل كده؟ بلاسنتا سيبريش البلاسنتا اتفصلت او الممبرنز اللي حوالين البيبي ده ايه حصل فيها ايه؟ برام اللي هو بريماتيور رابشر اوف ممبرنز اللي هو بيقول عليها برام. يبقى يا الممبرينز فرقعت بدري يا البلاسنتا اتفصلت يا السيرفكس مبهوأ يا اليوترس منيل. كل دول جوه مين في الاخر؟ جوه ام عندها ايه مثلا؟ عندها ضغط بري اكلامس ومشاكل او عندها دايابيتس يا سيدي مفيش اي مشكله خالص والدايابيتس عملت فاسكولوباسي بوظت البلد فيسل وسقطت الواد بدري. كل ده اسمه كوزز اوف بريماتيورتي ماتيرنال كوزز. طب ما ينفعش الفيتس يكون سبب؟ طيب ممكن البيبي اللي قاعد جوه بيقول لك معلش ما جيش جنب انا قاعد في هدوء مش عاوز وش يبقى عنده اثنين كونجنتال عنده كونجنتال مال فورميشن او كونجنتال مين؟ انفكشن. ودي ممكن تنزل العيال بدري نقول عليه بري تيرم بيبي ولاده مبكره. يبقى انا كده لما اجي اناقش حد فيكم ايه اسباب البريماتيورتي يقول لي والله في ماتيرنال وفي فيتا. بعد ما بتخلصوا البقين الحلوين دول الدكاتره بتتبسط منكم جدا هايل. هو في سبب شهير قوي انت ما قلتوش لا الام عندها حاجه ولا البيبي عنده حاجه هو ايدي وبافك او دكتور النساء حاسب غلط الميس كالكوليشن. الام والده عادي على فكره لو قلبت في الواد هتلاقيه فول تيرم بس هو على حسبته طالع مين؟ طالع بري تيرم وده اكسبتد اه وارد. طب احلف بقى ان هذا الطفل بري تيرم بيبي احلف. هتمسك الولد وتحطه قدامك كده وتقول لي ايه رايك في الماسل تون في الاكتيفيتيز
في الريفلكسز والجرايب، وبعدين من الفيمور من فوق لحد تحت. السكن اخباره ايه؟ ستور كريس عامل ايه؟ البريست، الاير، في الجينيتال. دول الثلاث كلمات اللي بنهتم بيها. بص معايا، لو انا جبت لك طفل صغير نازل بدري هتلاقي التون بتاعه وحش، عنده ويك ماسل تون ونايم نومه مشهوره قوي اسمها فروج ليج بوزيشن، عامل زي الضفدع رجليه مرميه جنبه. فده بيسموه واحد من العيال اللي هم الفلوبي بيبي، الاطفال السايبه. فلوبي بيبي زي الاتونكس بي وزي الواد ده وزي الداون وزي البرادر ويك. فده طفل عنده هايبوتونيا ويك كراي ويك ريفلكس، ما عندوش كراي، ما عندوش ريفلكسز. تيجي تعمل له ريفلكسز بتخضه وتشده تلاقيه ضايع خالص كده ضعيف. رقم اتنين جلده السكين بتاعه ريد، لونه محمر قوي 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 لانه فيري ثين وذ ليتل سبكوتينيوس فات. فانت شايف مين؟ البلاد فيسل من خلاله. فهو فيري ثين وعنده شعر كتير قوي اسمه لانوجو هير. لانوجو هير اللي هو بيجي الشعر الناعم الصغنطط ده، كلمه لانوجو يعني فرو، فرو كانهم مشابهينه انه زي الجرو كده زي الكلب كده وليه شعر ناعم صغير. خلاص؟ ستول كريسيس بتاعته انكومبليت، ودي علامه مهمه. الاطفال الصغيره لما بتنزل بنبص على التنايات اللي في الايد دي زيها في الرجل، لو موجود رجله فيها كريسيس واضحه يبقى ده واد كامل فول تير. انما ده عنده ستول كريسيس مالها؟ مش كامله، رجله ممسوحه. والصور بتبين لك، ما تقعدش تبص لي كتير، بص في الصور اللي عندك بتلاقي الدنيا واضحه جدا جدا جدا. ده واد احمر ما عندوش كريسيس، ما عندوش كريسيس. البريست بتاعه مفيش بريست تيشو، مفيش بريست تيشو، بريست تيشو بتاعه صغير خالص خالص خالص، ما عندوش بريست بط. واحنا على فكره بنعرف الاطفال كاملين ولا لا من ثلاث حاجات، من ودانهم وصدرهم والجينيتاليا والكريس. دول الاربع حتت اللي ايدينا بتنزل عليهم. لو ودنه تشدها كده وراح رجع دي كده الولد ده كامل، بيسموها الاير ريكويل او بلايبل ايرز، اللي هي اشدها ترجع. لو رجعت يبقى الكارتلج ماله كامل حلو، الكارتلج بتاع الولد حصل له ماتيوريشن فبالتالي رجع. لو دخلت جوه وما خرجتش بيسموها بلايبل ايرز. بلايبل يعني بتدخل تبتني وما بتطلعش. رقم اتنين البريست، لازم تمسك تحت النبل تشوف في بريست فيش ولا لا. الاطفال البريتر ما عندهمش بريست تيشو، تلاقي علامه كده نقطه مكان النبل وخلاص مفيش تيشو خالص. تنزل على الجينيتاليا لو ولد بتلاقي التستكلز لسه ما نزلتش لانها بتنزل بدايه من السابع والثامن، فهي غالبا بتبقى لسه ما نزلتش، عنده اندستند تستكلز. بالنسبه للسول كريسز تلاقي انكمبليت، رجله ممسوحه كده مش زي العيال الثانيه مرسومه كده زي الايد وخريطه واضحه. كل دي علامات بتخرج منها الطفل طبعا جنرالي قلت لك عليه ضايع خالص وهايبو اكتف ويك كراي. وقلنا الجينيتاليا وقلنا الاير وقلنا البريست وقلنا السول كريسيس، واهم حاجه في المصل طول مالها مفيش هايبوتونيا فروج ليج بوزيشن. لو عارف الكلمتين دول تمام جدا جدا جدا. السؤال اللي هيجي لك بعده، انت كده فهمت اهو ان ده الورقه اللي قدام الدكتور اللي مكتوب فيها وصف الطفل. طفل مولود بدري عنده ويك كاف ويك كراي ويك ساكلينج ويك ريفلكسز، ضعيف 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 ضعيف. وبعدين لما قريت كمان لقيت عنده السول كريسيس مش موجوده، البريست مش موجود، الاير مش ديفلوب، عرفت ان ده حاله ايه؟ بريترم. بيه اهم حاجه في البريترم انه زي الضفدعه، انه زي الضفدعه رجليه فروج ليج كده، لان لو الماسل تون بتاعه كويس وهو صغنطط كده ده ما اسموش بريترم، اسمه سمول فورج ستيشنال ايج. الولد اللي سمول فورج ستيشنال ايج هديك عنه هنت، بيفرق عن البريترم في الماسل تون. الماسل تون سايب ده بريترم. طب قعد كتير ونزل صغير، يعني انا عايز اقول للام ايه ده، انت ده انا مستنيكي بقالي 9 شهور جايبه لي البتاع ده. ده اسمه سمول فور ايج. هنقوله دلوقتي ده عنده جود ماسل تون، ما عندوش الهايبوتونيا دي. ايه الكومبليكيشنز بقى؟ ركز اللي تقدر تحفظهم اللي انا هعمله ده حفظه، ما عنديش مشكله خالص، مش ضروري كله. انا عاوز بس حاجات من اللي انت من الحاجات اللي انا هقولها دي. ايه الاخبار اللي ممكن تحصل في الولد ده؟ تكون راح واحده واحده كده نحاول نفهم ايه الاورجنز وبعدين ناسس على اساسها المشاكل. خلاص دي بعض الاحتمالات اللي احنا هنفكر فيها. عاوز اعرف الولد ده هيجي له ايه مشاكل. لو انا رسمت لك الطفل البري تيرم ده وقلت لك ايه الكومبليكيشنز او بريماتيور، ده سؤال مشهور جدا 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 جدا. أول حاجة هنطلع فوق على دماغه كده من هنا. ده ولد بري تيرم، هيجي له إيه في البرين؟ وهيجي له إيه في العينين؟ وهيجي له إيه في الهارت؟ وهيجي له إيه في الشيست؟ وهيجي له إيه في الجي أي تي؟ وبعدين هيجي له إيه ميتابوليك وبلاك؟ ده اللي أنا عاوزك تجاوبني عليه. طفل زي ده
البلاد فيسلز بتاعته في دماغه هل هي واخده ماسل تون وواخده كوت وانتما وميديا كويسه ولا هي ويك وفراجايل؟ ويك وفراجايل اللي ضايعه اول حاجه بتحصل تيك تروح مفرقعه يروح جاي له انتراكرينيال ايه؟ هيموريتش بينزل في دماغه لوحده وبعدين يتشل وبعدين يجي له كرنكترس اللي هي الصفرة اللي بتزيد عندهم بزياده اللي اشرحها لك دلوقتي تروح ضربه المخ ومكسره كله خلاص؟ بيجي له سوفتنينج في الوايت ماتر عامل زي العيال اللي كان عندهم لارينجو ماليشيا وتركيو ماليشيا قلت لكم هل كده في اللارينجو ماليشيا وتركيو ماليشيا الكارتليج ويل ديفلوبد ان يقدر يريكويل؟ لا ده بيعمل ايه؟ كولابس برضه نفس الكلام عندهم حوالين الفنتركلز داخل البرين الوايت ماتر كولابسد وسوفت كده عامل نفسها بيسموها بيري فنتريكولار ليوكو يعني وايت ماتر ماليشيا يعني سوفتنينج اوف وايت ماتر بيجيلهم برين دامج عندهم هايبوكسيا عاليه جدا ريسك وهيموريدج عالي جدا ريسك وهنشرح الكلام ده كله ان ديتيلز الهايبوكسيا اللي بتجيلهم في الضغط اسمها هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباثي وده درس كبير قوي هتلاقوه في اخر اليونت اثنين بتضطر تحط البري تيرم ده على جهاز اسمه ايه؟ ميكانيكال فنتليشن ايه عيوب جهاز الميكانيكال فنتليشن لحد ما ناخده بيبوظ العين وبيبوظ الرئه وبيعمل ديبندنسي بيخليني مدمن عليه لو شلته اتعب ترجعني استريح فالجهاز بتاع التنفس بيعمل ايه في العين لحد ما ندرس الاكسجين في الامرجنسي بيعمل حاجه اسمها ريتينوباثي اوف بريماتيوري ده مش مشاكل البريتر ده مشاكل العلاج عشان اما بتقولوها الدكتور بيزرق منك كده ايه الطالب اللي بيستعبط ده البريتر ما بيجيلوش ريتينوباثي بريماتيوري الا لما يتحط على مين؟ على الاكسجين الاكسجين بيعمل فيسل فورميشن بيعمل حاجه اسمها نيو فيسل فورميشن تقعد تفرقع وتعمل فايبروزز يشد على مين؟ على الريتن لانه بيعمل حاجه اسمها ريترو لينتال يعني ورا العدسه فايبروبليزي فبيشد على الريتنا كتير قوي قوي بعدها بيروح عامل ريتنال ديتاكشن هناخدها في الاكسجين فرق فانت تعرف ان الاكسجين اللي بتعالج بيه البريتر ما هو اللي بيبوظ مين؟ يعني زي ما هو برده هيبوظ بعد شويه الرئه يعمل ايه بقى في الرئه؟ الاكسجين بيعمل في الرئه حاجه اسمها كرونيك لانج انجن اخر واحده خالص فيه الكرونيك لانج انجري دي اللي هي السؤال الشهير بتاع حد عندنا كده في الوحده سلام ورحمه الله وبركاته اسمه برونكو بالمونري ديسبليزيا ده بتسالوا فيه كرونيك لانج انجري او برونكو بالمونري ديسبليزيا بيسالوكوا يعني ايه برونكو بالمونري ديسبليزيا هترد تقولوا له لانج فايت روزز ديو تو برولونجد ميكانيكال فنتليشن اكتر من 28 يوم ده اللي الكتب كلها كاتباه ان ريبورتد ان بعد 28 يوم من دخول الاكسجين الجسم بهاي كونسنتريشن اللنج بيحصل فيها تليف بيسموها برونكو بالمونري يعني بين البرونكاي وبين البارينكيما بتاعت الرئه ديسبليزيا يعني فايبروزز ودامج خلاص وده مرض شهير جدا على فكره اسمه بي بي دي وده اللي بيخلينا ما نعرفش نفصل العيال دي بعد كده من مين؟ من الاكسجين بتيجي تشيلهم الفنتليتور تلاقيه يزرق فنقول عليه فنتليتور ديبندنت بسبب الكارثه دي عشان كده محدش بيحب يطول اعاد العيال على الفنتليتور باي طريقه فاقرب فرصه لو عرفت تشيله يبقى افضل. يعني انت كده عرفت تاني مشكله اهو ان حصل تليف في العين من مين؟ من الاكسجين وحصل تليف في الرئه منين؟ برضه من الاكسجين. كل ما الاكسجين يطول الاكسجين از ادراج دي القاعده اللي لازم تبقى حافظها زي اسم زيه زي اي دواء ليه سايد ايه؟ الفيف عاوزك ما تدوش كده وتبقى تايه في الزحمه قول له بيبوظ العين وبيبوظ الايه؟ الرئه بس خلاص بيعمل ايه هنا؟ فايبروزز ويعمل ايه هنا؟ برضه فايبروزز الفايبروز اللي هنا يعمل ايه؟ يشد على الريتن اللي هنا خلع اسمها ريتينوباثي اوف ده واللي هنا اسمها ايه؟ ديسبليزيا في الرئه برونكو بالمونر بسبب الاكسجين ثيرابي برضه طب اذروايز غير الفايبروز بتاع الفنتليتور هل البري تيرم ده جاهز يبلع كويس عنده كوردينيشن كده والابيجلوتس يقفل فالاكل يتزحلق وينزل على الاسوفاجس بدل ما يدخل الرئه؟ لا ده كل شويه بيجي له ايه؟ اسبيريشن كمان الريسبيراتور سنتر عنده مش كامل والاير واي عنده مش قويه فبيحصل له كولابس للاير واي وبيحصل له ان الريسبيراتور سنتر اما تيور فبالتالي النفس مره يشتغل ومره لا فيجي له نوع من الوقوف النفس اللي اسمه ايه؟ ابنيا يعني ايه ابنيا هنقولها ان ولد نفسه يقف يا سنترال يا اير واي بيقول عليها اوبستراكت الابنيا نوعين السنترال اللي جاي من فوق ليه قول له ايه ماتيوريتي اوف ريسبيراتوري سنتر طب والاوبستراكتيف قول له الطرق غير ممهده لعبور الاكسجين في عيل هفق وصغير زي ده اتفهمت دي نقطه عنده اسبيريشن وعنده ابنيا وعنده الكارثه اللي هنحكي عليها بعد دقايق اللي اسمها ريسبيراتوري ستريس
سندروم اللي هو نقص مادة مين؟ السرفكتن اللي بتتصنع بداية من الأسبوع ال 35، فلو نزلت قبلها العين بينزل من غير سرفكتن تفرقها تقفل كده. خلاص؟ كده مشاكل الريتشست. على الهارت كلمة واحدة. البريتيرم أكثر عرضة لوجود الوصلة الشجالية اللي بين الأورطة والبلمونري. اللي هي اسمها بي دي إيه، اللي هي بتوصل الاثنين أرترز ببعض. بي دي إيه طبعًا يعني فوليوم لود على القلب، عمالة تودي دم من هنا لهنا، واحدة من أشهر أسباب الهايبر دايناميك ايه؟ سيركوليشن. جميل. انزل تحت على الجي اي تي. هل هذا الطفل هيبقى قادر على ان هو يعمل سايكلينج ويسحب الاكل اصلا من منطقه؟ خالص والله. ولو عمل سايكلينج وعمل سحب للبن مش هيعرف يعمل له ابزوربشن. فهو عنده جور ايه؟ فيدنج ويك سايكلينج وابزوربشن وحش جدا جدا جدا. يفضل الاكل قاعد في بطنه، خصوصا ان ده بريتيرن. يعني برضع صناعي ولا طبيعي؟ صناعي، لانه غالبا قاعد في حضانه على جهاز تنفس صناعي، فبنشربه لبن فورمولا. لبن الفورمولا هايبر اوزمولر. يعني ايه هايبر اوزمولر؟ يعني فيه صوديوم كتير. اول ما بيشرب اللبن ده والانتستين بتاعته ضعيفه، بيدخل في ريسك فاكتور شهير اسمه نك. نك اختصار نيكروتايزنج انتيرو كولايتس، اللي هو اخر موضوع هندرسه في الشابتر بتاعكم ده. يجي له انتستاينال نكروزز وجنجرين، وبالتالي يضطر يقصوا بطنه ويشيلوا حتت من الانتستين ويدخل في حاجه اسمها شورت باول سندروم. فده برضه ريسك فاكتور. عنده اماتيوريتي اوف ذا انتستاينال موتيليتي، مفيش انزايمز، مفيش موتيليتي، وبالتالي كل شويه كونستيبيشن وديستنشن ومغص وبلاوي كتير قوي بسبب الجي اي تي. بيدخل في السر وبرفوريشن، وارد اكسبتد، مفيش مشكله. على مستوى الليفر، هل الليفر ده جاهز ان يعمل ابتيك وكونجوجيشن واكسكريشن للبنروبين؟ ما اعتقدش. ما اعتقدش الكلام ده. هل الليفر قادر ان يكونترول الكواجيليشن فاكتور والقصص دي كلها؟ برضه ما افكرش في الكلام ده. هل قادر يطلع اريثروبويتين؟ لا. اذا الواد ده يجي له ايه؟ انيميا وبليدنج بينزل كتير جدا جدا، والبنروبين يعلى بهايبر ايه؟ بيدروبينيميا، وعنده مخازن الجلوكوز والكالسيوم مالها؟ قليلة. باراثايرويد تعبانة، جلوكوز وميتابوليزم في الليفر تعبان، فيجي له هايبو ايه وهايبو ايه؟ هايبو جلايسيميا وهايبو ايه؟ كالسيميا. كمان ما عندوش سبكوتينيوس فات. ده انت قلت لنا جلده احمر عشان ما فيش غير جلده رفيع لازق في على طول بلاد فيس من غير فات في النص، وكمان ما فيش ميتابوليزم. فالهيت ريجولاتوري سنتر زي الريسبيراتوري سنتر ماله؟ مش موجود. فيجي له هايبوثيرميا. ملاحظ ان السكر بيقل والكالسيوم بيقل والحراره بتقل والدم بيقل والكواجيليشن فاكتور بيقل. الحاجه الوحيده اللي ضربت فوق هو البيلي روبن، اللي هو هيعمل ريسك اوف مين؟ ارنكتراس، يعني يدخل المخ وينزع البيزا الجانجل هيجيب خبر. اتفهم الكلام ده ولا هنقعد نجري كتير؟ يبقى الكومبليكيشن اوف بريماتيوريتي، انت هتقعد ولا اي مشاكل في اي حته، تتكلم ثلاث ساعات لحد ما هم يقولوا لك كفايه احنا زهقنا قوم امشي، انما تقعد تتأتأ زي ما بيعملوا عيب. عيب الكلام. البريتيرم بيبي راجع معاه الدرس، واد سنه كام؟ اقل من 37 اسبوع. ليه خاطين من 22؟ لان اللي قبل كده بيموت اورش. في دول نجحت قاعد من 22 لحد 26 زي امريكا وبعض الدول، وفي عندنا هنا الموضوع بيبقى صعب جدا جدا عشان الامكانيات وكده. الطفل العادي اللي اقل من 37 بريتيرم، عدى ال 37 في يوم بقى فول تيرم، عدى ال 41 بقى بصت. انا لا عاوز ده ولا ده، انا عاوز ده، لان هنا العيل بينزل بدري قوي ما لحقش يعمل حاجه، وهنا العيل البلاسينتا بتكون باظت، البلاسينتا بتكون شاخت عجزت، فما ينفعش تقعد كتير، مش مفضل. باخد البري تيرم بيبي او صفر زي ما انت شايف، جلده احمر مليان شعر، ما فيش تحديد دهون، ولد ضعيف، ماسل تون ضايع، عنده ايه مش ماتيور وايه مش ماتيور وايه مش ماتيور وايه مش ماتيور؟ اير فريست جينيتاليا كريس خلص، ومليان شعر وجنرال هايبو اكتف. الولد ده لايبل فور كومبليكيشن لسه كبيره قوي. طيب ساعات بينزل لك العيل يقعد في الرحم مثلا، هنضرب مثال عشان نقول هي دي شويه، قاعده 40 اسبوع. انت استنيت عند ال 40 اسبوع والام راحت تولد، لقيتها جايبه لك واد قد كده. ست ثانيه 40 اسبوع برضه بتولد جنبك في الاوضه اللي جنبك، هيبقى واد قد كده. ايه ده بقى؟ ده ملوش دعوة بالسن، ده ليه دعوة بالوزن مقابل العمر. عملوا كيرف عبيط كده يا دكاترة، مكتوب عندكم في تقسيمة النيوبورن كيرف عبيط كده، بيقول لك ده كيتش وده الوزن، والكيرف خطين اتنين بس، شبه البروس تشارت كده. خط
90 برسنتايل وخط 10 برسنتايل. وقال لك العيل اهو بيقعد هنا اسابيع جوه الرحم بينزل ايه؟ كيلوات وزن. فانا بقعد استنى عيل عند ال 40 اسبوع اهو. لقيته مثلا نازل وزن كده، حتى موصل موصل نزل هنا. والتاني نزل هنا كده، والتالت نزل هنا. حسب بقى هو وزنه نازل قد ايه. فراحوا حاطين ان الاطفال اللي تتولد بين الكيرف رقم 90 والكيرف رقم 10 دول حلوين جدا جدا جدا. بيسموهم ابروبريت فور جيستيشنال ايج. طب العيال الهفأ اللي اقل من 10 سموهم سمول فور جيستيشنال ايج. طب العيال العمالقه سموهم لارج فور جيستيشنال ايج. فلما اجي اسالك سؤال ايه هو السمول فور ايج؟ تقول لي طفل قعد وقت في الرحم ونزل اقل من مين؟ من اللي اتفقنا عليه. انا ما اتفقتش معاك على كده. المفروض العيل ال 40 اسبوع في الترم يبقى وزنه كام كيلو؟ 3 كيلو، طوله 50 سم، محيط راسه 35 سم، مش ده النورمال نيوبورن اللي خدناه؟ انت جايب لعيل هفق كده، مين ده؟ ده سمول فور مين؟ فور ايتش. يعني قليل قوي على بصراحه على الوقت اللي انت قعدته، جميل. طب والتاني قد كده 6 7 كيلو ضخم، يبقى ده لارج فور ايه؟ ايتش. حط ديفينيشن. هو ولد وزنه وطوله ومحيط راسه اعلى من مين على الكيرف؟ اعلى من 90 لو هو لارج، واقل من مين لو هو سمول؟ من 10. عشان ما ادوخكش، السمول فور ايتش هتحط جنبه سلاش كده اهو يساوي بريترن. نفس الاسباب ماترنال وفيتال وجينر شبه بعض، نفس الكومبليكيشن بس مختلف عنه في ايه؟ عشان ما تقعدش تزيد في الماده دي مش هتخرج. مختلف عنه في ايه؟ في كلمتين مميزين جدا، ان السمول فور ايتش لو اتحط جنب البريترن هو عنده جود ماسل تون وماتيور ثلاثه. ماتيور بريست ودان وجينيتالي، ماتيور ما عندوش مشكله في دول لانه ما نزلش بدري ولا حاجه، هو قاعد بس حجمه قليل بسبب الانتراتراين هاي بوكس، او ان البلاسينتا مش شغاله كويس، او ان الام عندها امراض مزمنه زي الضغط والسكر. فبتنزل لك عيل صغير منتج رضيع شويه بس مميز بايه؟ ماسل تون كويس وعنده ماتيوريشن في الحالات. وتلاقي دايما العلامه الشهيره بتاعته جلده اكبر منه، لابس هدوم اوسع منه كتير. بص على الصوره وانت بتسكت مش هتفتح بقك خالص. الولد السكين بتاعه ريدندنت اللي هو السمول فور ايج، جلده كتير كده ومكرمش عليه لانه لابس هدوم اخواته، عيل صغير. خلاص؟ اللي بيهتموا بيه قوي مش ده، ده ولا هيذكر على الخريطه، اللي بيهتموا بيه التاني. اللارج فور جيستيشنال ايج اللي مواقع الانترنت كلها ما بتتكلمش غير ان واحده ست راحت خلفت واد ايه؟ 6 كيلو، 7 كيلو، 6 ونص، وضع عملاق، نزل داخل الحضانه على طول، المسكه مستنيه على باب اوضه الولاده، مفيش مشاكل عندنا خالص، نفهم ليه؟ ليه العيال بتتولد كبيره؟ العيال بتتولد كبيره اكبر من 90 برسنتايل اسمهم لارج فور جيستيشنال ايج، عشان رقم واحد فضلت سببين او ثلاثه. الاب والام كبار فاميليال. اب وام كبار وضخمين بيجيبوا عيال هيلثي كبيره شويه زيهم، نسبه وتناسب. رقم اثنين الانفا الواد دوت الغلبان ده امه عندها دايابيتس ميليتس وهو ابنها، فبقى اسمه انفنت اوف دايابيتك مادر. او حد هاجمه جوه الرحم وهو منظر، هو مش نازل كبير حلو، ده كبير منظر مليان ميه منفخ. الار اتش اللي هو حاجه اسمها فيتال هايدروبس، كلمه هايدروبس يعني ميه، يعني ايدينا اوف ذا تيشوز، ايدينا اوف ذا بلاسينتا وامنيوتك فلويد وكورد وبلورا وبريكارديوم وبريتونيوم. ولد مورم في كل حاجه، في الحبل السري وفي البلاسينتا وفي جسمه وفي جلده وفي صدره وفي بطنه. ده معنى كلمه فيتال هايدرو، بسبب ان الار اتش بتاعته مخالفه لمين؟ لمامته، فدخلت انتي بودز كسرت له دمه جوه الرحم، فعملت ايه في الهارت؟ اكيوت هارت فيلير، فالواد جسمه ورم وبقلل قد كده. وفي سندروم شهير اسمه بيكويز فايتمان سندروم، ده اوف انون كوز، ده واحد من حاجه اسمها بيدياتريك اوفر جروس سندروم. في سؤال بيجي كده في الدكتوراه اسمه بيدياتريك اوفر جروس سندروم، اللي هي العيال اللي هم الضخمين، حاجه اسمها ويفر سندروم وسيمسون سندروم، خلاص، والسوتو سندروم والمش عارف نيونيتال، حاجات عجيبه وغريبه كده هتقعد تدرسها لحد ما تزهق من حياتك. الاطفال الضخم المرض ده غريب في ايه؟
اللي هو بيكوز فايمان سندروم. عاوز تعرفها تعرف انا عاوز تعرفها عامله كده كده يتالت ما تبصش عليه. ده ولد عنده حاجه اسمها هيمي هايبرتروفي. يعني ايه هيمي هايبرتروفي؟ تقعد قدامه كده تلاقي نصه الشمال اكبر من نصه اليمين. هو جايب النص كده حاجه غريبه، عنده هيمي هايبرتروفي يعني نص جسمه ضخم قوي والنص الثاني لا. وعنده علامه مميزه لارج دونج وامبلايكال هيرنيا قد كده. هو مميز بالحاجتين دول، لسانه كبير وعنده امبلايكال هيرنيا. هو ده شبه مين اللسان الكبير والامبلايكال هيرنيا؟ شبه الهلع مش ده خالص، شبه الهايبوثايرويدز. الاطفال اللي عندهم نقص في هرمون الغده الدرقيه مميزين بالزلومتين دول، زلومه هنا وزلومه في بطنه، هم معروفين بالكلمه دي. الولد ده سندروماتيك تلاقي نص ونص، اسمه بيكويس فايتمان سندروم. طبعا لو قلت الاكزامينر هيتجلط وهو قاعد مكانه. خلاص؟ ده بالنسبه للار اتش والدايابيتس والفاميلي، دول حلوين قوي. قول لي بقى بعد اذنك انت زعلان ليه من العيال الضخمه دي؟ تعالى نمشي رحله مع بعض. انفانت اوف دايابيتك ماذر هناخده كمثال، والسؤال ده بيجي كتير جدا، اسمه كومبليكيشنز اوف انفانت اوف دايابيتك ماذر. هو ده السؤال ده. او يجي بطريقه ثانيه كومبليكيشنز اوف لارج فور جستيشنال ايج. تعالى بقى قول لي هتعمل ايه؟ الولد اللي مامته عندها سكر كتير ده، لو انا جيت سالته هيتولد طبيعي ولا قيصري؟ هيتولد المفروض على الحجم الضخم اللي هيبقى فيه. ليه؟ عشان برضه نبقى فاهمين لو حد مش واخد باله. الام عندها سكر، ده المثال اللي انا بتكلم عليه، فدمها دايماً في هاي جلوكوز ليفل. بتيجي عند البلاسينتا تودي للطفل كميه كبيره من السكر، فالطفل عشان يقدر يتعامل مع السكر ده مين الاونلي هايبوجلايسيميك هرمون؟ الانسولين. هيبدا يعلي الانسولين بتاعه هو. فالطفل متعود جوه الرحم على انسولين عالي وسكر عالي. طبعا الانسولين لما بيعلى وبيلاقي سكر بيزيد دخل التيشوز بقى كتير وكل كتير طول اليوم بتاكل، فالطفل ماله؟ يملى 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 ويبقى لارج. يتولد 5 6 كيلو قد كده ضخم جدا. مزايا الانسولين ايه عشان تعد ورايا؟ بيزود تصنيع الار بي سيز بعنف، هو بوتنت ستيمولانت للبون مارو، بيمنع تصنيع السيرفاكتنت لانه العدو الاول للسيرفاكتنت. خلاص؟ ده لازم تبقى عارف الكلام ده. بيضخم عضله القلب، ده من الحاجات اللي بيعملها. فلقوا العيال دول بتوع الانفانت اوف دايابيتك ماذر لما بيجي يتولدوا حجمهم بيبقى كبير بسبب الهايبر ايه؟ انسولينيميا. جميل. الطفل ده لو جه يعدي في ست وحصل رابشر ميمبرين وهتولد نورمال وانا سبتها ممكن يعمل ايه؟ تقول لي يتحشر، هيحصل حاجه اسمها كفالو بيلفيك ديسبروبورشن، فاضطر اتغاب عليه، اروح مركب ايه؟ فيندوز وشده، اروح اعمل له كفال هيماتوما، دراع يخرج ودراع ما يخرجش، فراح شد الدراع خلعه، عامل له ايه هنا؟ ايربس بولس. يعني من الاخر ده يقول اللي يحصل له بيرف انجرز ولا لا؟ اه يا قطع يا كسر في الكلافيكل، يا قطع في الايربس اللي هو 5 و6. دي واحده. طب هو ممكن يبقى كبير بنسبه كبيره 65% من الحالات ماكروسوميك بسبب الهايبر انسولينيميا، وممكن يبقى صغير لو كان السكر بتاع الام ملخبط جامد وبوظ مين؟ البلاد فيسلز، عمل فاسكلوباسي في البلاسينتا، زي ما بعد شويه رجلها هتبوظ وجسمها هيبوظ والريتن هتبوظ والكلى هتبوظ، سموها دايابيتيك فاسكلوباسي اللي هو ريتينوباسي نفروباسي نيروباسي. يعني ممكن الدايابيتس تيجي باثرين على الطفل، ايه هما؟ يتكبروا يتصغروا، لما بيكبر بنقول عليه ماكرو سوميا، ولما يصغر مايكروسوميا. اه هي نسبه صغيره لا تتعدى 5% بس اكسبت. يبقى اول حاجه البيرث ويت ماله؟ كبير او صغير. البيرث انجريز كسر وقطع، قطعت فين؟ في الارض. كسرت فين؟ كلافيكل او خبطت في راسه وعملت له كفال هيماتوما. على مستوى الرئه هو هيتولد طبيعي او قيصري هيدفع الثمن. ازاي؟ العيال دول عندهم مشكله في السيرفاكتنت، لان طول ما الانسولين عالي بيانتاجونايز الايفكت بتاع السيرفاكتنت، فينزل عنده ريسبيراتوري ديستريس سندروم. تعرف من دلوقتي السيرفاكتنت بيحب قوي 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 الاستيرويدز، وعدو جدا 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 الانسولين. مين الهرمون اللي حبيب السيرفاكتنت؟ الكورتيزون، الاستريس هرمون. مين عدو السيرفاكتنت؟ الانسولين. فتلاقي رغم ان الطفل عملاق بس الرئه بتاعته ما فيهاش سيرفاكتنت اللي هو ده. كمان تقول لي طب افرض ولدته سيزيريان، عيب الاطفال السيزيريان يا دكاتره ان احنا لما بنفتح الرحم كده ونمد ايدينا نجيب الواد ونطلع بيه مليان ميه. مليان ميه مش زي النورمال بيبي، النورمال بيبي اللي بينزل النورمال دليفري اليوتراين ماسلز والبلفيك فلور ماسلز بيعملوا فيه ايه؟ بيضغطوا عليه جامد قوي 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 لحد ما يعدي الحته الضيقه اللي تحت دي ويروح طالع سايبينه كده. والدليل تقوم راسه ترشح ميه يجي لها حاجه اسمها ايه؟ كابوت.
اللي هو ميه، لان انت ضغطت قوي 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 للاخر عشان تعدي البرف كمان، ورحت سايب فاتح راجع زي ما انت. مين كمان اللي بتضغط في الحركه دي؟ الرئه، كانك بتعصرها كده بتطلع هدومك من الغساله مالها ناشفه. طب لو انت غسلها كده قدامك وشلتها في حاجه هتلاقيها طالعه بايه؟ بميتها زي ما بنقول. يعني الواد اللي انا بجيبه السيزيريان ده الرئه بتاعته فيها شويه ايه؟ ميه، فينهك حبه صغيرين فنسميه ترانزيت تكبنيا اوف ذا نيوبور. ده بيحصل مع العيال مين؟ السيزيريان سكشن. ودي كيس ثانيه غير الار دي اس هتجيلهم. يبقى انا كده قلت مشكلتين في النبت، في ار دي اس يا ترانزيت تكبنيا، عليك بقولهم حالا ان شاء الله لو لنا نصيب. بعد ما خلصت الرئه بيجي لهم في القلب سبت الهايبرتروفي، بيحصل لهم تضخم في جدار القلب الفاصل بين الفنتركلز وبعضها، وفي بعض العيال منهم بيجي لهم سكر الانوماليز ريبورت بتاع حالات السكر. كمان غير دول تقول لي على مستوى الدم عندهم ايه؟ حاجه بتزيد وحاجه بتقل. بولي فايسينيا، بص على الواد الواد لونه ايه؟ الصوره الاولانيه دي بتيجي، والصوره اللي تحت الواد اللي حاطط ايده فوق بعض ده بتيجي، هي نفسها هي بالظبط. خلاص؟ محدش معاه صور ولا معاه حاجه، هي كل الناس زي بعض، هو بس شويه غباء. الصوره هي والصوره هي، في نفس الصور. الصوره اللي فوق دي بتيجي الحمراء دي، والصوره اللي تحت بتاع الواد اللي عامل ايده على بعض دي هي نفسها. ده الطفل الكبير، قول له لارج فورج ستيشن ايج، هيسالك عليه سؤالين ترو فورس. اول سؤال بيسالوه هايبر جلايسيميا يوجوالي اسوشيتد وذ ذيس بيبي، كل العيال بتقوله صح. يا عم صح مين؟ ده انفرت اوف دايابيتك مصر، لما بنزل بره العز خلص خلاص، الراجل اللي كان سندك راح خلاص، الام اللي انت كنت عايش في سكرها مالها؟ سابتك. فالانسولين يروح عامل ايه؟ يروح واخد السكر بتاع الواد ونازل بيه، لانه متعود على سكر بيتضخم كتير ليه. يعني الواد ده يجي له ايه على طول وانت مغمض؟ هايبوجلايسيميا. طب لون احمر ليه؟ لان الانسولين بيستميليت البون مارو، بيعمل بوني فايسيميا. دي الماده الخام لمين؟ البيلروبين. دي الماده الخام للبيلروبين. يعني وجود البولي فايسيميا هو ان بسهوله جدا لما كسر شويه منهم يبقى البيلروبين ماله؟ ازاي؟ يعني الواد ده ينفع يجي له جوندس وهايبر بيلروبينيميا وتلسع مخه وتعمل له ولد. وعشان كده في ستيل اس اغلبهم بيدفعوا الدم، تلاقي على مستوى ستيل اس مشهورين بالحركه دي. دي اسمها جيترنس، جيترنس اللي هي الرعشه، عشان هايبو ايه؟ جلايسيميا. اي حد هايبو جلايسيميك تلاقيه بدا يرعش ويبقى عرقان، عشان السمباثيك ماله؟ بيعلى عشان يعلي ستوك، فيعمل لك تريمورز وتاكيكارديا وشويه السويتنج اللي انت عارفهم دول. ممكن يجي له كونفرجن وممكن يجي له هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي في السي ان اس. حد عنده اي مشاكل في الجزء ده؟ يبقى لو سالتك الكومبليكيشن اوف لارج فورج ستيشن ايج، هي نفس السؤال لو سالتك كومبليكيشن اوف انفانت اوف دايابيتيك ماذر، عنده بيرث ويت، بيرث انجريز، وبعدين لانج، وبعدين بلد، وبعدين الحاجات اللي هي الانوماليز، وبعدين اخر حاجه السي ان اس لازم تتكلم عنها. الانسولين بيزود تصنيع الار بي سيز وبيقلل تصنيع السيرفاكتان. خليك فاكر، يبقى الطفل بتاع الام اللي عندها سكر هو لونه احمر، بعد شويه بيبقى لونه اصفر عشان الجوندس اللي بيحصل. مهم الكلام ده والله. سكره ماله؟ قليل. لازم تبقى عارف الحاجات دي عشان نخلص. جالك ام سي كيو، جالك حاجه الدنيا سهله. ده شكل السورتين اللي هما بينزل العين الضخمه كده. احنا خلصنا الثلاث عيال حسب الاتش، سمول ولارج، وقلنا السمول هو البري تيرم، مختلف في ثلاث حاجات، الماسل تون والماتيوريشن. الولد اللارج ده قصه ثانيه خالص. اهم ثلاث عيال لارج، قول له يا الاب والام لارج، يا الام عندها سكر، يا الام عندها ار اتش انكومباتيبلتي. طبعا مريض الار اتش ده مريض اهبل خالص، ده بينزل لك مورم اساسا مش حجم ولا حاجه. نتكلم بقى على حاجه عدله شويه. درس اسمه ار دي اس او ريسبيراتوري ديستريس. هقول لك بس بالراحه كده شويه معلومات تدوي عليها. حد عارف الريسبيراتوري ريت في الاطفال النورمال كام ساعه الولاده؟ الباترن عامل ايه؟ بتاعه منتظم ولا لا؟ معلومه لازم الناس تبقى عارفه الكلام ده. وايه هي الجريدز اوف ريسبيراتوري ديستريس اصلا؟ عشان نبدا نقلق على طول. بدايه الاطفال بيتنفسوا ريجولار ولا ريجولار؟ لا ريجولار. بياخد شويه كده ويتعب وبعدين يكمل وبعدين يقف وبعدين يعمل، وده طبيعي. عشان كده الامهات اللي هي المرووشه لسه مخلفه دي تقعد تركز مع الواد قوي، كل شويه تتصل الحاجه يا دكتور ابني نفسه وقف بجد والله، لا لا استنى 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 ده رجع تاني. هي بنتي فين؟ ده طبيعي. هو بيمشي شويه ويقف، يمشي شويه ويقف، لان ما عندوش ماتيوريشن لسه، هو بيجرب يتعلم. هو عنده بيريودز اوف ابنيا طبيعي، ف
بس لا تتعدى كام ثانيه؟ هتعدي ال 20 ثانيه. ما ينفعش نفس الطفل يقف نهائي اكتر من 20 ثانيه، لان لو وقف اكتر من 20 ثانيه ده ابنيا فممكن يموت. لازم الام تقعد تخبط على ظهره وتخبط في رجليه وتلسوع فيه كام قلم كده على شويه ميه وبتاع يفوق. بصلايه كده كبيره كده فحل مثلا كبير كده تحطه في ايه؟ في وشه. مش بهزر، لازم الولد يصحصح، ده ابنيا. انما اقل من 20 ثانيه عادي. عدد من 35 ل 45 في الدقيقه. طب امتى اقول على الطفل ان عنده ريسبيراتوري ديستريس؟ لو النفس زاد عن كام؟ وده سؤال ام سي كيو. 60. نفس زاد عن 60 ده ريسبيراتوري ديستريس. شوف مفيش كلام، ما تفصلش. عيل نفسه اعلى من 60 ده فيه مشكله في الرئه او بره الرئه. طيب قول لي بقى، لو الرئه اصيبت يبان ايه على الولد علامات عشان انا هو اتحرك؟ انتوا خدتوا شيست وخدتوا كذا حاجه وقلنا الكلام ده فيها كتير قوي. قلت لك الرئه لما بتتزن، لسه قايلين حتى قريب خالص من شويه. اول حاجه تكب واروح مشغل دول. اللي هو لم تعالى دخل الهواء وركنج مين؟ ايه اللي ظايف؟ انا خده تلعب يعني عشان تلم هواء تدخله، واروح مشغل دول انتركوستال وسبكوستال. يروح حاصل ايه؟ ريتراكشن. واروح قافل الغطا عليك وانت خارج، انت جاي تطلع دلوقتي لا تعالى لي ده انا عاوزك. لان احنا ما خدناش اللي احنا عاوزينه. فيقوم يحصل جراند. الرابعه زودت وصوبت ولميت امه لا اله الا الله عليا ومحدش عبرني، زرقيت ودخلت في ايه؟ فده دفع الثمن ودخل في ايه؟ في كوم. كلام جميل اهو. هاي قول لي بقى، الاربعه جريدز دول عاوز منك اربع اسباب يعملوا ريسبيراتوري ديستريس. لما تتسال السؤال ده ادعي لي بس وانت قاعد كده، عشان ايه؟ مش هتلاقي مخلوق على وجه الارض دخل شابتر نيوناتولوجي ما سالكش السؤال ده. causes of neonatal respiratory distress. تروح نازل بالرسمه المتينه دي بينك وبين دماغك كده، ده الراجل الضخم اللي فوق البيج بوس، عنده تحت هارت وعنده جنبه مين؟ اللنجز بتاعتنا، خلاص؟ وتحت الميتابوليك سيستم بتاعنا اهو، ماشي، بيودي وبيوزع وبيجي. ده واحد، ده اثنين، ده ثلاثه، ده اربعه. دول الاربع حاجات في الطب اللي يخلوا العيال يجي لهم ريسبيراتوري ديستريس. فكر معايا بقى، ايه اللي ممكن يحصل في اول سيستم رئيسي بيعمل ريسبيراتوري ديستريس وهو اللنج؟ تقول لي اللنج دي ثلاث حتت، مصنع وطريق والكفرج بتاعها اللي هو الثراس الكيج اللي قاعده جواه. فنقسمهم لايه؟ بالمونري واير واي وسكليتال او ثراسك اللي هو عظم وعضلات. جمع الطريقه دي عشان الدنيا تكلش في دماغك. ايه هي الحاجات اللي جوه الرئه اللي ممكن تعمل لك ريسبيراتوري ديستريس؟ هتنزل بمين؟ ثلاثه سندرومز. ايه هم الثلاثه سندرومز اللي بيعملهم؟ واحد السندروم ده اللي اسمه ريسبيراتوري ديستريس سندروم تايب 1. ما دام كتبت كلمة تايب 1 يا أسماء يبان عاوز إيه؟ أكيد ما هو كده. نيجي نسألك تايب 1 في حاجة تانية؟ لا 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 ده هو كده. يا ابني بلاش الخفة اللي أنت فيها دي، ما دام حاطه 1 يبقى 2، ما دام حاطه أنتيريور يبقى بوستيريور. هي الدنيا ماشية كده، ما كانوش حاطه، كانوا قالوا أرض إس وخلاص، بقى اسمه ريسبيراتوري ستريس سندروم مفيش غيره. نيجي نسألك مين بقى هو 2؟ تحس إن أنت بتعمل مجهود خرافي. الريسبيراتوري ستريس تايب 2 اللي هو بعده، اللي هو اسمه ترانزيانت تاكيبنيا أوف ذا نيو بورن. اللي هو لسه قايله لك من شويه بتاع العيال اللي بتتولد ايه؟ سيزاريان سكشن بتاع الميه، الرئه المبلوله. ليه اسم تاني دلوقتي اسمه ويت لانج سندروم، الرئه المبلوله، ويت لانج ويت 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 مبلول. اللي بعده الاسبيريشن بتاع اخطر ماده في الجسم، ماس ميكونيوم اسبيريشن سندروم. على فكره ده اللي اسمه ار دي اس تايب 2. تاني كاتبه بعد شويه وكاتب جنبه ار دي اس تايب 2، ار دي اس 1، ار دي اس 2، ميكونيوم اسبيريشن. دول الثلاثه سندرومز، وبعدين البي والسي والدي. بي 4 نمونيا، انترا يوتراين نمونيا، ستريبتوكوكار. بي 4 بالمونري هيموريج. بي 4 نيوموثوركس، اي واحده بحرف البي تعجبك احفظها. سي 4 كونجينيتال ديافراجماتيك هرنيا وكونجينيتال لوبر امفيزيما. مهم جدا جدا جدا. كونجينيتال لوبر امفيزيما يعني اللوب ده هيم الرئه تبقى مولوده كونجينيتال فيها امفيزيما، فبتعمل ايه؟ بتعدي الناحيه الثانيه كده تلاقي الرئه اليمين الشمال دي كبيره قوي كده فوق. اللوب دي مالها؟
كبيره عملت كونجنتال امفيزيم، هي مولوده كده كونجنتال بتعدي الناحيه الثانيه فبتزق الهارت وبتزق اللنج كونجنتال امفيزيم. ودي دي اللي هي انتستين دخلت في الديافراج جوه الرئه، هتلاقي جايه لك كده اشعه كده فيها انتستين في صدر الواد اسمها ديافراجماتيك ايه؟ هي مين اللي عملت ديافراجماتيك هرنيا؟ الانتست سابت مين وراحت فين؟ سابت البطن ونطت فين؟ في صدر الولد، فعنده ديافراجماتيك هرنيا. بس حلوين قوي دول، ده كده بالمره ده بيدخل الطريق ده كده اير واي. انا داخل منين؟ من مناخيره. دخلت لقيت الباب ده مسدود، اسمه ايه ده؟ كوين الاتريس. نزلت لقيت اللارنكس مسدوده، لارينجو ماليش. نزلت لقيت اللارنكس مسدوده وعامله فيستر تراكيو ايه؟ اوستوفاجيال فيست. يبقى يا هنا يا هنا يا هنا، التراكيه مفتوحه، اللارنكس مقفوله، والنوز بايلاترال كوين الاتريس. طب جوه في التشست شست وقول لقيته ماله؟ مطبق كده ثراسك ديستروفي كايفوزز وسكوليوزز وديفورميتي، فالرئه مكبوس عليها مش قادره ايه؟ تتنفس. فالولد ستريس او المصل ضايع ما بتعملش كونتراكشن وريلاكسيشن عدل. الناس اللي عندهم مايثينيا جريف عرفتهم ولا؟ دول بالمونري واير واي وشست خلاص؟ سيب بقى دول في حالهم بقى كده وروح بص على العيال اللي جنبهم. في حاجه كاردياك بتعمل لك ريسبيراتوري ستريس؟ اه بتاخد كل امراض الكونجنتال هارت ديزيزز اللي بتلمع الرئه بتعمل ايه؟ تخلي العيال تنهج ويجي لهم ديسنيا ونفسهم يتعب بسبب مين؟ الجار. الجار بيرمي عليك القلب، الرئه ما فيهاش حاجه، لو صورتها هتطلع ايه؟ عاديه، هو الهارت اللي فيه المشكله، روح بقى صلحها. كل امراض القلب الكونجنتال هارت والاكيوت هارت فيلر بيعملوا كده. طب ما ينفعش يبقى جاي للمشكله من هنا؟ برين؟ اه اي لعب في البرين هو مين اللي مشغل الناس دي؟ ده البامب بتاعك، ده الريسبيراتوري سنتر. يعني لو في هايبوكس او هيمرج او انفكشن او ماتيرنال دراج، النفس هيحصل له ايه؟ متاثر. دي حاجات بتلعب في نفس الاطفال سواء بالزياده او بالنقص، الاثنين منيلين. البرين هايبوكس، برين هيمرج، المينينجايتس، الماتيرنال دراجز زي المغنيسيوم سلفيت والسيديشن بيعملوا ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، بيوقفوا نفس العيال وبيزرقوا وبيطفوا. كل دي مشاكل بتعمل ريسبيراتوري بروبلمز. طيب غير البرين ميتابوليك، ايه رايكم في السيفير اي انيميا والسيفير اي اسيدوز؟ يعملوا ايه في النفس؟ يجري جري في الاسيدوزز، اهو بيجري عشان يرمي الاسيد اللي هو مين؟ السي او 2. وفي الانيميا بيجري عشان يعمل ايه في الاكسجين؟ لان الانيميا معناها تيشو هايبوكسيا. فهمت؟ فيها اي مشكله؟ يعني لو حد سالكم السؤال ده هتجاوبه؟ كوزز اوف ريسبيراتوري ستريس، هترد بتقول ايه؟ بالموناري كاردياك سيركرال بوك، والبالموناري لانس واير واي وشيست وول. والشيست وول كان ايه وايه؟ عظمه بس فيها عضل. محدش هيعمل لك تقسيمه لدماغك كده في حياتك كلها. عارف انا بكلمك ازاي؟ انا بقالي سنين واقف الوقفه دي. استفيد من القعده اللي انت قاعدها، احنا مش قاعدين عشان نغني، انا قاعد عشان اسسك اعمل منك بني ادم دكتور. فحاول تتعلم الطريقه دي بعد اذنك. خلاص؟ ده بالنسبة للريسبيراتوري ستريس. هنشرح منهم الثلاثة الأولانيين وشكرا. إيه هو الثلاثة الأولانيين؟ دول أحطهم لك جنب بعض عشان تعرف إن الدنيا سلسة وجميلة وتتلم. السنة اللي فاتت أنا شرحت لزمايلك الإيميناتولوجي في يوم الجمعة من الصبح للساعة 2 الظهر، خلصت كله. وطبعا هم اتجربوا طبعا وجالهم أريزميا وبالبيتيشن، بس كانوا رايحين حافظين الشفرة اللي بقوله ده. محدش انت مالكش دعوه، انا خلصت ورقه 2 10 7 مش الشغل ده. المهم ان انا مفهمك ومظبط لك الدنيا، مالكش دعوه بقى لان الكميه اصلا ما تنفعش تخلص ولا في 4 سنين. تعالى كده نحط الثلاث عيال دول وقول لي رايك ايه. دوت بريدر وده ولد فول تير وده ولد بوست تير عشان ما تتضايقش من بعض. انت دخلت الامتحان لقيت واحد اقل من 37 اسبوع، ما تضحكش عليك، يعني هو بيجي دايما 33 اسبوع او بصراحه 34 اسبوع. والولد ده بيجي لك مثلا من 37 تلاقيه بوردر لاين قوي ب 38 ومولود دايما سيلس. والواد البوست تيرم ده بيبقى جاي 42 اسبوع ولونه اخضر او اسود او اصفر. واد ملون يعني. ده حالة اسمها RDS1 وده حالة اسمها RDS2.
اللي هو تي تي ان، وده ولد في حاله اسمها ماس. ماشي، بس معايا بالطريقه دي انت هتخلص بسرعه جدا جدا جدا، وده اللي يلزمك. فجايين نهدي لكم الدنيا شويه بدل اللخبطه اللي هي فيها. انا دخلت قريت كيس، لقيت المشكله كلها ان حد نفسه متضايق شويه، طفل عنده مشكله في النفس، دي عارف يعني. صدره طالع داخل سريع، لونه بدا يتغير، في مشكله في النفس، وسنه اقل من كام؟ من شهر. فقلت ده نيونيتال ايه؟ ريسبيراتوري ديستريس. جميل. وبدات ابص على السن اللي جوه بقى الشهر ده، هو مولود امتى؟ يا قبل 37 اسبوع صنفته على انه بريتر، يا بعد 37 صنفته على انه فولتر، يا الاخير ده اللي هو اللي قاعد كتير ده فسميته بوست فيرت. دي اول حاله ارض اس 1، ودي ثاني حاله ارض اس 2، ودي ثالث حاله بيكونيا ماسبريش، ودول الثلاثه كيسز اللي بينزلوا لهم في الامتحانات من قديم الازل، والثلاث ورقات اللي متوزعين في وحدات الاطفال كلها على الترابيزات وانتوا داخلين. جاوب بقى، ايه ده؟ ده مرض خاص بالبريتر بيبي عشان نقص ماده اسمها ايه؟ سيرفاكتنت. ثانيه واحده كده الله يكرمك. ايه السيرفاكتنت ده؟ ده عباره عن شويه بروتينز، حاجه اسمها سيرفاكتنت بروتين A وسيرفاكتنت بروتين B وسيرفاكتنت بروتين A B C. خلاص؟ دي بروتينز كلها موجوده بروتينز. بتصنفهم خليه دكاتره اسمها نيومو سايتس، او بيسموها الفيولر سيلز، لانها لو بصيت فيها كده هتلاقيها موجوده جوه الالفيولاي دي. عشان تعمل ايه؟ عشان تقلل التنشن اللي جوه الالفيولاي، بيسموه سيرفيس تنشن، اللي هو خاصيه التوتر السطحي اللي هي ببساطه تخلي الالفيولاي تحب تعمل كده. ده سيرفيس تنشن بكلمه، الالفيولاي عاوز تعمل ايه؟ تقفل. فانا عشان اخليها ما تقفلش جامد احط جواها ماده اسمها سيرفاكتنت، تقوم تخليها تسيب شويه فتبقى عامله كده قافله كده. يجي الوقت في النفس اللي بعده دي تعمل ايه لما تيجي تنفخها؟ عادي. انما دي تعمل ايه لما تيجي تنفخها؟ تحس ان العيل بتعذب، احنا مش جايبينه نعذبه، هو ربنا عامل الحكايه دي عشان يسهل له حياته. فصنع له ماده اسمها سيرفاكتنت، بيبدا تصنيعها ايه كامل، لان لها تو فيزز، فيز عند 24 اسبوع ده ما بيبقاش كامل وبتاثر باي حاجه، الفيز الثاني بقى من 34 ل 35 اسبوع. هو ده الفيز المهم اللي هو بتجيب الفوسفاتيدايل ليفيسين وانوسيتول وتلم شويه البروتينات دي وتركب تركب تركب تركب، تقوم تطلع منتج اسمه ايه؟ سيرفاكتنت. جميل. لو انا صنعت السيرفاكتنت، ايه رايك في السيرف ستنشن جوه الالفيولاي؟ فالالفيولاي تفتح ولا تقفل؟ تفتح، تبقى اوبن كويس جدا جدا جدا. فالكومبلاينس مالها؟ تزيد. كلمة كومبلاينس يعني مرونة، يعني الرعدة الأساليب سلسة كده وحلوة وتروح وتيجي معاك. جميل. جيت أنا غضبت الطفل، غضبت جه إزاي؟ نزلته بدري بريتر، فنزل من غير مين؟ سيرفاكتنت. فراح إيه اللي حصل؟ زاد السيرف ستاش، فبدل ما الألفيولاي فتحت بقت كولابست، وبدل ما الرئة كان فيها كومبلاينس بقت ستيف. معترض ولا لا؟ انا مبسوط مش معترض، كلام لوجيك وماشي كويس قوي. ده بريتير، قل السيرفاكتنت، زاد السيرف ستنشن، الالفيولاي بقت كولابسد، الرئه بقت ستيف. بص يا سيدي، وانت قاعد زي ما انت اهو، دي الالفيولاي بتاعتك اللي انت فرحان بيها، في نقص السيرفاكتنت هتبقى كده. تمام؟ ده في نقص السيرفاكتنت، كده قفلت الالفيولاي. انت كده خسرت. خسرت. فنتليشن ولا خسرت بيرفيوجن؟ الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده انت هتضايقنا ولا ايه؟ لا مش هضايق خالص، انا هقول لك ان الرئه جنبها كده راجل ضهرها كده طيب ابن حلال اللي هو الهارت، بيطلع لها عن طريق البلمونري ارتري دم اهو، بيمشي بره الالفيولاي بالمنظر ده. بيدي الالفيولاي مين؟ بلاد. بلاد فيه ايه؟ في سي او 2، مش في اكسجين، في سي او 2 اللي فيها اكسجين يمين. الالفيولاي، الالفيولاي بتسحب الاكسجين اهو، وانا بعت لها دم ازرق بتاع التشو مليان سي او 2 عشان ابدل معاه، عمليه اسمها ايه؟ ديفيوجن. حلو. انا رحت الرئه لقيتها قافله، يبقى انا كده قللت مين؟ الفنتليشن. انا جيت جنب البرفيوجن ما جتش. لما قلل الفنتليشن مفيش اكسجين داخل العيان،
فحصل في جسمه هايبوكسيميا او هايبوكسيا، ولما جسمه عرف ان الاكسجين قليل راح عامل اسيدوزس. معترض ولا مش معترض؟ مش معترض. الخطوه الاولى لما انا فقدت الفنتيليشن اللي هي بين قوسين نتيجه الالفيولار كولابس، نتيجه الالفيولار كولابس الجسم عامل من الاثنين دول. هقول لك انا بقى دول بيعملوا ايه في جسمك. اي اسيدوزس واي هايبوكسيا في الجسم اسمهم كده نيجاتيف اينو تروبس. احنا بتوع عيال بنخاف قوي قوي من دول على اي عيان، لان وجود الهايبوكسيا وجود الاسيدوزس وسط لا يستطيع في الهارت ان هو ايه؟ يشتغل. ليه؟ لان لو بصيت على الاثنين دول هتلاقيهم بيعملوا هنا مايوكارديال ديبريشن. وبيعملوا ايه في البلمونري ارتري؟ وده الاغرب، بيوسعوا كل الهايبوكسيا بتعمل دايلاتيشن لكل البلاد فيسل في الجسم ما عدا الارتري اللي مش ارتري. ما هو ده ارتري المكار، ده ارتري شايل دم ايه؟ ازرق، هو اصلا مش ارتري. عشان كده الوحيد اللي بيحصل له فازو كونستريكشن وعضله القلب بيحصل لها مايوكارديال ديبريشن. بذمتك يا راجل لما تعمل ديبريشن للعضله دي وتقفل الباب ده هيحصل ايه في البرفيوجن هو كمان؟ يعني الواد ده قلب من امبيرد ايه لامبيرد ايه؟ من امبيرد فنتليشن وكولابس وهايبوكسيا لامبيرد مين؟ برفيوج. ضغط وقع والبرفيوجن وقع، فالالفيولار حصل، الالفيولار حصل فيها مور ايه؟ دمج. انت كده قطعت عنها هواء ودم، يعني العادة لا تاكل ولا تشرب. يعني انت كده عملت مور لانج ايه؟ انجن. ده اسمه باثو فيسيولوجي اوف سيرفكتنت ديفيشنسي. لما انت بتفشل تخلي النيوموسايتس تصنع السيرفكتنت بكميه طبيعيه عشان الواد نزل بدري، بتيجي بروتينات الرئه دي بترصد جوه الالفيولاي. هي ما عملتش مين؟ سيرفكتنت. مترصبه البروتينات داخل جدار الالفيولاي. عملت مادة شمعية كده داخل الجدار اسمها هيالاين، يعني بروتين ممبرين، فسموا المرض ده هو هيالاين ممبرين ايه؟ ديزيز. ده مرض الهيالاين ممبرين ديزيز نتيجة السيرفكتنت بروتين ديبوزيشن داخل الالفيولاي. هل هي فانكشننج ولا نون فانكشننج؟ نون فانكشن. أهم كلمة في الدرس هما كلمتين، إن الواد عنده امبيرد فنتليشن فولود باي امبيرد ايه؟ برفيوجن. طب لو قلت لك عنده ليفت تو رايت شنط هتوافق؟ سوري، رايت تو ليفت شنط هتوافق ولا لا؟ دي يا جماعه اسمها ديد سبيس في الطب. ديد سبيس يعني ايه؟ ديد سبيس يعني ده حد ميت. انا ببعت له دم يدخل ازرق ويرجع ازرق. ليه رجع ازرق؟ لانه لف حوالين ايه؟ مكان مش شغال. المكان اللي مش شغال ده اسمه ايه؟ ديد سبيس. لما دخل ازرق من اليمين خرج ازرق من الشمال، ده اسمه ايه تو ايه؟ رايت تو ليفت شنط. يعني انا ببعت للتيشوز بعد شويه دم برضه ايه؟ ازرق. عشان كده في ماركت تيشو ايه؟ هايبوكس. خلاص؟ افهموها. عشان انا فوجئت ان دكاتره النساء اللي بيشرحوها لكم مش عارفين يشرحوها. والطلبه بيقول لي هناك يقول لي تعالى اشرح لنا الحته دي لان دوخونا بتوع النساء عشان نفهمها. هو ايه رايت تو ليفت شنط وايه الفنتليشن وايه البرفيو؟ ايه الكلام الكبير ده؟ موضوع مش صعب ولا حاجه. موضوع في كلمتين، ان انت عندك هواء ودم. بدات بمين؟ بالهواء، قفلته. وبعد شويه عملت ديبريشن لده وقفلت ده، فانهار ورا مين؟ البلد. طب يعني ايه رايت تو ليفت شنط؟ يعني الدم بيدخل الرئه من الرايت لونه ازرق، كان المفروض يرجع اللون ده. ما رجعش لان الالفيولاي مالها؟ مقفوله، فلف زي ما هو من غير ما يتغير، ده اسمه ديد ايه؟ ديد سبيس. العيادة بيلف في حته ميته. خلاص؟ افتكر مين حبيب السيرفكتنت بقى يا سيدي؟ الاسترويدز والستريس. ما هو الاسترويد ده اسمه في الطب ستريس هرمون. يعني لو قلت لك ام محطوطه في ستريس زي ايه مثلا؟ زي حصل لها رابشر ميمبرنز وايام سودا والميه نزلت ومش عارفه تبرد. الدكتور قال لها استنى يوم او اثنين لما نشوف اخرتها ايه الواد بس نلحق نشوف هنعمل ايه. دي واحده عندها هايبرتنشن عنيف جدا جدا، بتاخد اصلا كورتيزون لاي حاجه. كورتيزون حبيب السيرفكتنت جدا، يعني حتى هم استخدموا الحته دي في ايه؟ ان بيدوه دلوقتي للامهات اللي هي ايه؟ ناويه تولد، بتاخد حقن الدكس او اثنين قبل الولاده ب 48 ساعه عشان تعمل ايه في السيرفكتنت؟ تزوده. طب مين العدو اللدود بتاعه؟ الانسولين. عشان كده الانفنت اوف دايابيتك مذر هو والار اتش تلاقيهم قاعدين رقم واحد في العيال اللي اتغير ريسك ان يحصل لهم ايه؟ سيرفايراتوري ديبريشن او سيرفكتنت ديبريشن. فاهموا دول؟ كلينيك الباشر. كل المطلوب منك تقول لي بس وصف كده، انت دخلت اوضه ولاده او دخلتي لقيت عيل نازل من بطن مامته بصيتي عليه شكله فول تيرم ولا بريك؟ لازم بريك.
لازم بريتر. هو بصيت عليه هو بريتر ماله بقى؟ عنده ريسبيراتوري ديستريس وصلت يا اما فاكدني يعني ورد الديال نظام يا اما انتركوستال سبكوستال ريتراكشن يا اما عمال يجرانت او ازرع بقى خلص وسلم لنا. وعدد الريسبيراتوري ديستريس يمكن عدى كام؟ 60 على الاقل. على الاقل اروح اغيب اربع ساعات وارجع عليه فعليا ليه لسه زي ما هو؟ انت محدد له اربع ساعات اتليست ليه؟ عشان ما يطلعش الواد ده ترانزنت. لان الترانزنت ده ممكن الواد ينزل ساعه بس وتلاقي الاهل ملمومين عليك والحقنا يا دكتور ده الواد نازل بينحك يا جماعه ده فول ده بعده شويه ميه بس احنا هننفضه نفضتين كده يبقى ايه؟ زي الفل ساعه ساعتين وتلاقي قرد بيكسر بيبقى عاوز ياكل. انما الثاني ده ناوي يقعد معانا ايام تجيب سماعتك وتدخل كده زي الباشا كده تبص على الولد يمين وشمال تسمع تلاقي المحلات كلها قفله. هل في اير انتري؟ مفيش، الناس قفلت. الدنيا هاديه، نقص الاير انتري على الناحيتين. طب ده يتحسن امتى بقى ان شاء الله الاخ ده؟ ده هو من الزنقه اللي هو فيها يا عيني والورطه اللي هو فيها هتلاقي الكورتيزون بتاعه بقى فين؟ في السنه يوم او اثنين بالكتير. وتلاقي بدات الرئه تفتح وتشتغل من تاني. يعني انت حضورك مع العيان هو قد ايه؟ اول يومين او ثلاث ايام بس اسنده واقف جنبه لحد ما يقف على رجله. يعني استفدت انت هيتصنع ولا مش هيتصنع؟ هيتصنع بس بره بالعفو. فالعيال دول بيحتاجوا مننا نقف جنبهم على الاقل يومين ثلاثه بس. جميل. قول لي بقى الانفستيجيشنز اللي ممكن وانت واقف تحتاج تقول للام معلش احنا محتاجين نعمل للواد ده كذا. هو ده عيان ريسبيراتوري ستريس هنفتيه. هو الاكس راي واي جي. انا لسه هنفكر. جالك كيس واد صغير بريترم وبينهج واللجنه كانت انفستيجيشن. ما انتوا بتقعدوا في ثلاث لجنات يا انفستيجيشن يا تريتمنت يا ديفرنشال دايجنوز. لو سالك ديفرنشال دايجنوز تقول له ما الاذر كوزز اوف ريسبيراتوري ستريس بتعرف تشوف اس ان اس والهارت ومش عارف ومين ومين اي كلام وتروح مفرقهم الثلاثه اللي وراك دول. طب لو جالك مثلا انفستيجيشن هقول له اكس راي واي بي جي. جاوب استهلا الاول. الاي بي جي قدامك عنده اسيدوزس ونقص اكسجين وزياده سي او 2 هاي خلصت. طب والاكس راي؟ ما حفظت حاجه خالص. ده مش شغلانه. ده هتقعد تقول للرئه قبل ما تقفل كان لونها سودا هواء. دلوقتي مفيش هواء قفلت بقت لونها ايه؟ وايت لون. وجرانيولار زي الحيطه زي اللي هو الازاز اللي بيبقى على الحمامات اسمه جراوند جلاس. جرانيولار باك جراوند جلاس ابيرنس وايت لون. ليه؟ كومبليت اوباسيفيكيشن في حته واحده في الرئه اللي لسه لونها التراكيه والاثنين برونكان. بص على الصوره اللي في النص كده هتلاقي اكس راي بيضه كلها ما عدا عمود هواء اسود نازل متفرع اثنين اسمه اير برونكو برونكو جرام. اول صوره بتنزل لكم في الامتحان بتاع الدكتور ايمن اللي هي اول صوره خالص وايت لانج. دي اول واحده. دي لانج ار دي اس ابيض. بعد شويه الثلاث صور بينزلوا في الامتحان. بعد شويه الرئه عادي خالص ما عدا اللون الاسود اللي في التراكيه والاير واي بس. هم دول الوحيدين اللي لسه فيهم هواء فسموهم اير برونكو جرام كان الهواء هو اللي ظاهر. الثالثه العين فرقع في هواء بره الرئه. هتلاقوا الرئه اللي في الناحيه الشمال في رن اوف اير اسود كده براها. عنده جيب بلاك اوباسيتي بره الرئه. مريض الار دي اس ده لو حطيته على جهاز تنفس عشان ينفخه جهاز التنفس ينفخه بسهوله ولا بصعوبه؟ بصعوبه. بيقعدوا يحاربوا في بعض لان العيان عنده الرئه ورايح انا مداريها الرئه مالها؟ ستيف لانج ناشفه. فالجهاز بيجي يديها تروح عامله مقاومه راح خابطها خط عامله ايه؟ فرقعه. فده اللي بيحصل في العيال اللي بيجي لهم نيوموثوركس. يعني انت ممكن تلاقي نيوموثوركس اه ممكن الاقي اير برونكو جرام مفيش مشكله خالص. ممكن الاقي اللانج توتالي ايه؟ وايت وبيك كولابس. ده يا سيدي كل القصه اللي عندك. يبقى ده عيان عنده اسيدوزز عنده هايبوكسيا عنده كولابس اجباري. كل النيونيتس اللي بتجيلكم لازم تعمل لهم سي بي سي سي ار بي اس ار. ليه؟ عشان اكسكلود الانفكشن ما اضمنش. دي ممكن الام تكون عندها بري اكلود رابشر ممبر بقى لها يومين والواد جاله ايه؟ الفيرش اسندنج نيمونيا ما اضمنش عشان اقدر اقرر ادي انتي بايوتيك ولا استنى شويه. لو السي ار بي والسي بي سي والاي اس ار حلوين يبقى احنا ما عندناش ايفيدنس اوف انفكشن فهنتعامل على اننا ارض است بس. لان البيكشر في انفكشن بتديك نفس الرئه دي برضه بيضه كده وملطشه كده. في اي مشاكل في الانفستيجيشن يبقى اكس راي معاها مين؟ اي بي جي معاها لزوم الشيء اللي هو الترحيب اللي هو سي بي سي سي ار بي اس ار.
طب لو قلت لك هاو تو تريت، انا هكتب ست عناوين على السبوره هستاذنكم، اي مخلوق فيكم هيدخل حاله نيوناتولوجي من اول الدرس لاخرها ويتسال تريتمنت اوف هذه الكيس، هيكتب الست نقط ورا بعض قدام الدكتور وهو قاعد، وبعدين نقلب ايه هما؟ كنت هعمل بتاع دي كده عشان تلزق. ماشي. واحد بني ماجد. اتفضل. اثنين هتعمل مونيتور. كلينيكال. ولاب. وبعدين ثلاثة كارديا. سبورت. أربعة ريسبيراتوري سبورت. وبعدين جنرال. وبعدين سبيسيفيك. هتقرا العلاج ده هتلاقي شكله لذيذ جدا وشيك جدا ومحترم جدا جدا جدا، مش عشان حاجه، عشان هو فعلا كده. بريفنشن. انا احاول من الاول امنع المرض ده عشان ما نوصلش بعض، ينفع؟ بتهيألي ممكن، في امل ان انا لو لحقت الام قبل ما تولد بري تيرم، واحده مثلا عندها هايبر تنشن او عندها اي مشكله في الحمل وقررت ان انا ترمينيت الحمل ده خوفا على الام. فقلت لها بصي يا ام اي حد، ميعادنا بعد ثلاث ايام ان شاء الله الخميس الجاي غالبا هنولد. بس كده يا دكتور ده قبل 37 اسبوع، في فرق اسبوع او اثنين ممكن الواد يبقى بري تيرم، نلحق نعمل ايه بقى؟ ندي ستيرويد ديكسالمين. طب انا جبت لك هديه، تعالى انا في اوضه دلوقتي بولد حد، خد الواد ده وتبص لقيته ايه؟ ما عندوش بريست بط، ما عندوش الودان مش كامله، التستس مش نازله، رجليه ممسوحه ومليان شعر وفرو زي الكلب الصغير كده. قلت لي ده ايه؟ ده بري تيرم؟ ليه بريفنشن قبل ما يقعد ينهج ويبهدل الدنيا؟ اديله هو سيرفكتنت، ايه الامل؟ هل السيرفكتنت موجود؟ موجود، امبوله اسمها سيرفكتنت، لونها ابيض كده زي اللبن كده، كبيره كده امريكيه. العمليه عمليه فلوس، هات فلوس وانا اعمل لك اعلى طفره طبيه تتخيلها على وجه الارض بالامكانيات، شويه فلوس، عندنا هنا ناس والله تاكل الزرد، اقوى عقليات ممكن تعملها في حياتك كلها، بس شويه امكانيات بس مش اكتر، تمريض ودكاتره. فهي القصه في ايه؟ المرض دي بريفنشن سهل، انت لو معاك امبوله سيرفانتا وحطيتها في الرئه في الطفل بايلاترال هتظبط الدنيا. بس هي المشكله ان انت ما عندكش الامكانيه فبتضطر تقعد تحطه على جهاز تنفس تشتغل عليه 3 4 ايام لحد ما يعدي الازمه دي. المونيتور ده يعني ايه ده كمان؟ هو انت دخل عندك عيل في الرعايه او في الاس ظروفه العامه مش متظبطه، مش ستيل، محتاج ايه اللي يفضل عليه؟ عينك ومعامك. ايه رايكم؟ نبعت كل شويه حد يعمل لنا قياسات ايه؟ ايوه الاكسجينيشن، الارتيريا بلاد جاست انفيسيف، والعضاد ده كمان انفيسيف، العضاد اللي بينزل ده اسمه ايه؟ بالس اوكسيمتر، ده بيبان قدامك على الشاشه وانت واقف، وان بتوين ببعت ارتيريا بلاد جاست ابص، ومعاه شويه الكترولايت سي في سي قلبه من بتاع اامن نفسي. اثنين ابص على عيالي فايتالي اخباره ايه؟ اللي هم الاربعه فايتال فايتال. الديجري اوف مين؟ ريسبيراتوري ديستريس، احنا دلوقتي جريد 2 ولا 3؟ طب لو 2 او 3 هل احنا بنعلى بنوصل للاعلى ولا بنقل بنتحسن؟ الديجري اوف مين؟ كونش تيرف، لان كل ما مريضك يتطوح منك ومستوى الوعي يقل يبقى الجريد اللي عنده مالها؟ بتزيد، انت داخل ناحيه سنترال ديبرشن. يورين او البوت اللي عاوز تدور عليه ده، المهم يبقى العيان تحت ملاحظتك تماما، ده اسمه كلينيكال مونيتور ولابوراتوري مونيتور. بعد ما خلصت دول، مين الاثنين سيستم اللي دافعين الثمن بتاع الليله دي؟ هارت عمال يحصل له ديبرشن، ولونج هي اللي بوظ الدنيا، فلازم اسندهم هما الاثنين. ايه احسن سند للهارت؟ اديله فلويد عشان الهايبوكسيا والاسيدوزز اللي موجوده دي، لان اول ما بتكبر السيركوليشن الدوره بتبدا ايه؟ تجري اكتر، فيوش مين؟ التشو اسيدز اللي موجوده دي كلها، وكمان محتاج حد يجريه لان الجو العام مش حلو، ده فيه نيجاتيف انوتروبس. يعني ممكن علق شويه انوتروبس؟ ينفع. تخيل الدنيا عشان تظبط معاك، ده لو خلصت الاطفال عدل السنه الجايه بطنه سهله فوق ما تتخيل، مش بهزر. دي اكبر اساس ليك، الناس اللي طالعه اطفال حلوه ما بتعانيش في البطنه خالص. خالص واتحداك، احنا قاعدين مع بعض اهو. فاستفيد من الحته دي. انا العيال بتاعي كارديك سبورت، ايون فلويد، شويه انوتروبس. في الليله كلها تاخد قد ايه؟ قول لهم يوم ونص، يومين، يعني احنا بنتكلم في يومين بس اللي انا محتاج اسند العين فيهم لحد ما يقف على رجله.
طب الريسبيراتور سبورت بيبقى ازاي؟ في ثلاث حاجات لازم تجاوبوهم في الحته دي. الريسبيراتور سبورت في الطب اللي هو الاكسجين ثيرابي. سباب ام في اتش اف في ايه ده؟ السباب او الكباب اللي هو اختصار كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر بيجيبه جهاز السباب اللي هو بنزل لكم في امتحان دكتور ايمن ده الوقت ده جهاز السباب شايفين على مناخيره عامل زي النيزل برونز كده بس بتاع ضخمه كبيره وايد بورز واسعه اللي هي ليها اللون الازرق ده محطوط على مناخير العيل وبتدي اكسجين بريشر قوي قوي اثناء ايه انسبيريشن ولا اكسبيريشن الاثنين عشان هي اسمها كونتينوس ممكن اوصلها على مناخيره ممكن اوصلها على اندوتراكيال تيوب ينفع هو انت بتدي كونتينوس بوزيتيف بريشر اثناء الانسبيريشن ممكن ما تخليش كتير اقول لك اديك عاوز تنفخ الرئه لانها مالها ستيفنس طب يعني ليه اثناء ليه انا جاي اخرج الهواء وانت بتدي بوزيتيف بريشر لان انا مش عاوز الالفيولات تخرج لحد ما تعمل كده انا عاوزها قبل ما تقفل اروح حاطط عظمه في زورها كده ما اخليهاش تقفل هتبقى مالها سهله في النفس اللي بعده يعني البوزيتيف بريشر اثناء الاكسبيريشن بغرض منع مين؟ التوتال كولابس عشان الايزي ايه؟ بريزنج كاي العيل ما يعفرش وهو ياخد النفس كلام هايل وجميل ده واحده اثنين كونتينوس يعني في ريسك اوف رابشر يعني احنا كده بنقاد هواء على هواء على هواء على هواء ففي ريسك اوف مين؟ نيوم زورس خلاص ندخل بالحسن خلينا الانترميتنت بوزيتيف فنتيليشن اللي هو بيدي ويسكت يدي ويسكت اللي هو جهاز الميكانيكال ايه؟ فنتيليشن وده ليه انديكيشن لو في ريسبيراتوري فيلير يعني الاكسجين لقيته اقل من كام؟ من النص انا قلتها كتير قبل كده اكسجين اقل من 50 وسي او 2 اعلى من 60 او 70 ده انديكيشن ان الواد يستبدل ويتحط على جهاز ايه؟ ميكانيكال فنتيليشن كلام محترم يبقى الكباب والام في هيسالك الاثنين بيعملوا ريسك اوف نيوموثوركس قول له فعلا عندك حق انا مصدقك ومش هختلف معاك ايه الحل جميل ان انا اول يوم وتاني يوم لو انا اول يوم على بريشر 20 يا بنات ينفع انا اسلم النبطشيه تاني يوم اقول له خد يا عمار العين بتاعك على 20 واحد ظبط انا الحلاوه يلا هيا صوره سيف وماشي لا لازم تاني يوم يبقى البريشر 15 17 انت ليه قللت تاني يوم؟ لان انت محطوط في ستريس بقالك 24 ساعه فالرئه بدات تفك شويه بسبب الاستريس ده يعني الجهاز اللي كان بينفخ الرئه امبارح بالعافيه النهارده هيفرقعها لك يا حليوه لانها بقت ايه لكس شويه عن الطبيعي كل يوم اقلل مين لان انا ما عدتش محتاج هذا الكم من الافورت الرهيب او لو عندك امكانيات برضه حطه تحتها الف خط وحطه على الجهاز ده الجهاز ده اختراع بمعنى الاختراع ده المانع بتاع النيوموثوركس ده بيتحط اسمه هاي فريكونسي فنتيليشن الهاي فريكونسي هو نفس جهاز التنفس بس جهاز خاص طبعا صعب جدا في التعامل معاه وناس كتير مش بتعرف تتعامل معاه لانه صعب بامانه وغالي جدا 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 المستشفى عندنا فاشل لواحد بس بص الهاي فريكونسي الجهاز التاني بيعمل ايه؟ بينفخ للاخر وينزل ينفخ وينزل ينفخ وينزل ينفخ وينزل ده بيعمل كده طب لاحظ الفرق اوسيليشن بيعمل مش بدي بفص البفص الصغيره دي هل بتفرقع لك الالفيولاي؟ عمرك ما تفرقع اقول لك بص عشان اريحك جهاز التنفس العادي لو تدخل تبص عليه هتلاقوا النفس الريت عليه من 30 ل 50 في اقصى عيله تشوفه ده كام؟ ده من 300 ل 600 في الدقيقه ريت اسمه هاي فريكونسي اوسيليشن بيوصليت كده تلاقي الجهاز عمال يدي سمول بافس يعني اكسجين بالهبل من غير مين؟ برش فما يعملش ايه في الالفيولاي؟ يعني لو سالتك هاو تو بريفنت النيوموثوركس قول له اول حاجه ريجولار ديكلاين في البريشر رقم اثنين ان انا لو عندي امكانيات مين؟ للهاي فريكونسي يعني هاي فريكونسي فور بريفنشن اوف نيوموثوركس كده ما حدش يبق معاك في اي حاجه اخر كلمتين جنرال وسبيسيفيك هو الاخ اللي جاي لك ده الراجل البري تيرم ده مفيش واجب كده تعمله معاه تقول لي اه هدخله اوضه الضيوف وهاكله واشربه هيقعد في اوضه الضيوف اللي هي فين في السرير في الاسم مكان ما بتاخد الدرس كده ولا يدخل الاوضه اللي
المقفوله الحلوه بتاعتهم. ده محتاج انكيبيت، محتاج ثيرمال كنترول، حاجه اسمها سيرفو، لان ده ما عندوش دهون، ما عندوش ميتابوليزم، ما عندوش حراره، هيفطس منك. فهو عاوز تمبريتشر كنترول. واعمل له فرختين كده يتعشى ولا ايه رايك؟ لا حبيبي، ده ما بياكلش. البريك كارب اللي بينها ما بياكلش، ده مش بياكل عشان هيجيله ايه؟ ده نفسه 60 70 يا ابني، يعني الابيجلوتس فاتح 60 مره في الدقيقه. استحاله الاكل يدخل وما تصدرش انه يعمل ايه؟ ينط في الرئه، هينط 100% في الرئه، يعني ده ممنوع من الاكل عشان ما يجيلوش ايه؟ اسبيريشن. بظبط حرارته والاكل ممنوع عشان الاسبيريشن، ده اسمه جنرال. طب سبيسيفيك ياخد امبوله مين؟ سيرفانتا اللي هو السيرفانتا، بيتعاطى 4 سم كل كيلو. طبعا ده بريك تيرم هفق، هتلاقيه وزنه كيلو كيلو ونص بالعافيه، يعني الامبوله كتير عليه. بتدي السيرفانتا ازاي؟ اسمع بقى الفتح، يا نهار ده احنا بنضحك ضحك ايام الامتحانات بتاعتكم، موسم الضحك. تقعد تتسلى كده وتسمع الابداعات. ممكن اورال؟ يا فندم ايه المشكله؟ هو ينفع ريكتال؟ ده الدكتور بيقول لك كده، يا ابني حبيبي انت بتفتي، اورال هيعمل بايه؟ ده ماده بتزود دخول الهواء في الرئه، حطها في الرئه هي اصلا مكانها فين اساسا؟ مكانها جوه الرئه. هتدي العين اورال ليه ولا ريكتال ليه ولا الهبل اللي انتوا بتتكلموا بيه ده؟ دي بتتحط جوه الرئه عن طريق الانتراكيال تيوب، بنجيب انبوبه ندخلها في الترقيه ونعمل عين على جنبه اليمين، بنفضي 4 سم بالسرنج، وبعدين نروح قلبينه على جنبه الشمال ومفضيين ال 4 سم التانيين، وبعدين نجيبه على ظهره ونقعد ننفخ شويه بالانبوبات، يقوم السترفاكتر بيعمل ايه؟ ينتشر شويه كده وتصوره اكس راي، تلاقي الرئه اللي كانت زي ده اهي بقت زي ده اهي، بس الرئه بقى فتحت، ايه يوم؟ غالي. وساعات بيعمل بالمونري هيموريدج، لان الافيولاي بتبقى قافله كده اهو، وراح شددها مره واحده فتحها، فساعات بترابشر البلاد فيسل وتعمل بالمونري هيموريدج. وينفع يتكرر على ده الارض اس 1. اخلص الورقه ونص الفاضيين وكده، انتوا خلصتوا الجزء بتاع الاستريس على بعضه عشان يبقى انتوا ايه؟ بالنسبه لكم مفيش مشاكل. في الحته الصغنطوطه اللي تحت اللي هي تايب 2 دي، بص كده على تايب 2. حتى المشكلة الأول في الدرس ده بتاع الأرض اس 1 ده أهم درس في الدرس كله، اسمه سيرفاكتنت ديفيشنسي او اسمه تاني هايلاين ممبرين ديزيز. انت عرفت ازاي تعالجه، عرفت شكله، عرفت الباثوفيزيولوجي بتاعته، وعرفت اهم حاجه فيه ان العيل بريتر وبينهج لمده 3 ايام وبعدين الدنيا بتتحسن الحمد لله بعدها، بس بمساعده ربنا وبيكم ان انتوا تقفوا جنب العيال الصغنطاطين الغلابه دول. وليه علاج سبيسيفيك وليه بريفنشن؟ خلاص بالنسبه لي انا لامم الدرس كويس. نيجي بقى لواحد اسمه تي تي ان، ده الواد الغلبان التاني ده. ده هتعرف عنه 4 أو 5 كلمات فقط. ان هو اولا فول تيرم بيبي، او تلاقيه بوردر لاين كده جاي 37 38 اسبوع، بيشاور عقله بين ده وبين ده. مولود سيزيريان سيكشن. ليه سيزيريان سيكشن؟ لو سالوه قول له عشان ده الوحيد اللي ما بيحصلوش كومبريشن، ما بيتداس عليه. ليه اسم تاني عشان يبقى الدنيا لذيذه وحلوه كده؟ اسمه اسباتو ستريس سندروم تايب 2، اسمه ترانزيت اكيبني او زي نيبور، اسمه ويت لانج سيندروم، ويت لانج لانج المحلوله. ديليد ابزوربشن اوف بالمونري فلويد. طفل بينزل فول تيرم سيزيريان سكشن بينهك شويه صغنطوطين، عنده مايلد ريسبيراتوري ستريس فور ا شورت تايم. ده كيبنيا. حبه ريتراكشن بالعافيه بس. وبتقعد وزين 24 ساعه بتكون خلصانه، ممكن ساعه ساعتين ما بتطولش، هي في ماكسيمم في اول يوم. لو جيت ابص على الرئه بتاع الولد ده، الرئه بتاع الولد ده سهله، دي بتحسبه طول الاطول على الكاميرا. انت لو بصيت في الرئه بتاعت الولد ده هتشخصه، هو عنده شويه فلويدز دكاتره في البلوره حاطه صغنطتين تحت كده، وفلويدز في اللانج فيشرز تلاقي ما بين الفيشر بتاع الرئه خط كده، يعني عنده فلويد في الفيشر وفلويد في البلوره، وعنده شويه هايلر كونجيشن البلاد فيسلز اللي عنده في الرئه كونجيستد عند الهايل خلاص، بيسموها دايليتد او انجورجد ليمفاتكس. هو ده شكل الرئه بتاعتها. رئه فيها فلويد في الفشر، فلويد في البلوره، ودايليتد فيسلز عند الهايلر فقط. اول ما بيجي لك بتعمل له سكشن واكسجين وفيزيوثيرابي بيفك. هل اكله ولا لا؟ يفضل لا، لانه بينهج. طب انت مصمم ركب له نيزو جاستريك تيوب عشان ما يجيلوش مين؟ اسبيريش، لان الاكل وهو نازل بيلاقي في العيال اللي بينهجوا فتحتين مش فتحه. فتحه الايبيجلوبس لان هم نفسهم سريع ففاتحينها على طول عشان الهواء يدخل يخرج. وفتحه الاكل اللي هي الاسوفاجس، فبيعمل ايه الاكل؟
بيتلخبط بيروح داخل هنا مره وهنا مره. انما لو انت عاوز تتغلب على القصه دي دخل انبوبه من مناخيره لحد فين؟ المعده، وادي فيها الاكل مباشره. المفروض ان هو يخف على طول. لو طول منك شويه بتبدا تقلق، وليك حق طبعا تقلق، ممكن يطلع حاجه ثانيه، فبتضطر تعمل ارتيريال بلاد جاس وتري اسس الحاجه. هل بذمتك صعب هذا البقين من الكلام؟ يبقى اي فول ترم بيبي جاي لك بينهج مولود سيزيريان سكشن وانت حاطط رجل على رجل، ده مين؟ ده ترانزيانت تاكيدنيا او ذا نيو بورن ويت لانج سيندروم الاخير، وده احتمال بقوه جدا اللي هو الميكونيا ماسبريشن. عشان عرفنا قصه الرزباتوزيس خلاص بقاش سايب لكم ديول كده. بص عليه انت كده فهمت البري ترم، اتخذت سمول فور ايدج لارج فور ايدج بري ترم دي تقسيمات النيو بورن، وجهز يوم الثلاثه واخدت قصادهم ثلاث حاجات رزباتوزيس ستريس حلوين جدا جدا ليه. اخر واحد اقوله واللي عنده اي سؤال او اي استفسار يتفضل. انا قلت لك ميكونيا ماسبريشن هو طفل بوست تيرم. اقول بس معجزات ربنا عشان تعرف ان يعني مفيش حاجه كده بتمشي عشوائيه خالص خالص. هو احنا جوه الرحم عندنا جوه البطن ميكونيا ماده زي الاسطول بالظبط، عشان برضه تبقى متخيل معايا اول صوره دي. ده ميكونيا. الامهات عندنا هنا بيسموها ايه؟ ما تعرف؟ مدام بتحكي وبعدي عدي ولا مش عارفين؟ مش مهم. نعم. بيبقى عليها ملوخية. اسماء زعلي ده بتحب الملوخية. بس اسماء انت في الطب العيل اللي يعمل بيبي عليكي وتشرب العصير من الناحية التانية كده. خلاص؟ عيل طيبين قوي. يا جماعة والله لو انتم مين؟ احنا معانا عيال هنا ما شاء الله أباطرة. أباطرة يعني إيه؟ بابا ما شاء الله ممكن يشتري دول بره، يعني ياخد دولة كده على بعضها ويروح رافعها كده وشايلها. والعيال العيال بيعملوا عليهم بتبيه وكل حاجه، عيال هم فين يضحكوا ومبسوطين واخر حلاوه خالص. بالعكس الواحد اللي بيتنطط كتير ده بيعرف انه فاضي اساسا، ما عندوش حاجه، هو بيتنطط على الفاضي. انما الانسان التقيل قوي ده عادي جدا مفيش اي حاجه خالص. بالعكس كل الناس اللي عشرتهم تقال سواء علميا او ماديا هم العاديين. اي حد بيحاول يبقى قرن بيعرف ان عنده مشكله فعلا، بيحاول يداريها في القرنيه اللي هو فيها. اصلا فول الطب شباب الاكل انا تعبت والله عادي. ليه؟ عم هتصحي. الطب ده يعني ايه؟ الطب ده يعني ايه؟ يعني انحيادك عن الطبيعي. انت الطبيعي ربنا خلقك في احسن تكوين، كما هو قال. اي حاجه تحيد عن الطبيعي فهو ده الطب. احنا بنتعامل مع مين؟ مع كل الوحاشه. مش مع الحاجات السليمه. انت عمرك شفت الدكتور بيتعامل مع حد سليم؟ ده بالعكس هو قاعد يلم اخطاء ويلم مشاكل ويلم كومبليكيشن، فخليك فريش. ده الرساله اللي انا اتعلمتها. لا تشد قوي ولا تعقد نفسك ولا تعادي خالص، الدنيا سهله جدا، عيش وزيد كده وسط الناس زي ما بيقولوا لحد ما تشوف اخرتها ايه. هي ملهاش اخر عشان برضه ايه بنتعب، عشان ما تتعبش. هتلاقي نفسك لسه ما كملتش 30 سنه وشعرك وقع ونضارتك بقت قد كده وظهرك اتحدد كده، انت هي زي الناس كلها. الواحد بيشوف الناس على بتصدع، هو في ايه؟ ليه؟ ايه كل الهيصه دي؟ عشان ايه؟ لا، لو انا جالي هذا الشخص اللي عنده حاجه غريبه جدا، الميكونيا ده جاي منين؟ انت ما سالتنيش السؤال ده، واحد جوه الرحم جاب منين البتاع ده؟ ده ليفر بيحاول يعني يدرب نفسه كده مع شويه خلايا انتستين ميوكس، حبه خلايا ميته مع الريجنريشن اللي بيحصل بيتجمعوا على بعض. بس في حاجه جميله جوه الرحم، في محبس مقفول كويس جدا 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 على الكلام ده اللي هو اسمه انال سفنتر، وفي انتستين ما خدتش اوردر سبحان الله انها تتحرك، فالدنيا قاعده. قصاده كدني بتسكريت يورين، والولد مغرق الدنيا بره خالص، رشش ميه حواليه قد كده اسمها اميوتيك فلويد، ويقعد يبلعها، وبعدين هي تنزل في الرئه ماليه الرئه، وبعدين عمال يعوم فيها ومبسوط قوي قوي، يعني يقول لك ها انا زي انا جيت، انت مين يا عم؟ انت كنت من شويه قايم في اليورين اهو، فبنطط علينا ليه؟ خلاص؟ اصل انا اكتر واحد بعاني، انا عاشرت طوب الارض جميع جنسيات العالم، شفت اللي محدش شافه السنين اللي فاتت، الاقي ناس حلوه قوي وناس سيئه قوي، فبستعجب يعني انت ليه كده؟ مش عارف، فاروح اسم ما دامهم في المحاضره، ادخل بقى اقلب عليهم الترابيزه، الواد 1 2 3 4 يبدا يفكر كتير، في ناس كده بتعوز تفكر، احنا لازم نخليكم تفكروا. العيال دول لو انت جيت عرضته للهيبوكس اللي جوه الرحم، قفلت عليه المحبس، هو مين اللي بيديك دم جوه الرحم؟ الرسمه اللي كانت هنا البلاسينت، احدك كتير. الام اللي قلت لك ده انا دخلت في العاشر، ايه رايك؟ وماله؟ كملي 11 12 13 ان شاء الله من هنا على الحضانه على طول هنخلص. خلاص نجيب الواد التاني معاه بالمره، ما ينفعش يا جماعه الكلام ده ما خليكش طيب. ام قعدت بقى في التاسع اسبوع اتنين لازم الدكتور يروح يخلص دلوقتي، ليه؟
لان انت عامل زي الشاب اللي هو طلع بقى وصل للبيك وكل يوم بيقف بعد كده بيعمل ايه؟ يفقد ما بيكسبش. البلاسينتا بيحصل لها كالسيفيكيشن وايدجنج بدايه من ال 40 اسبوع. فانت بعد ما بقيت حلو هتقطع عنك الاكسجين، يبدا الواد يتعرض لايه؟ يعني كلمه السر جنب الليكونيا واسبريشن كلمه واحده. انت رايترين مين؟ هايبوكسي. بص الهايبوكسي بقى تروح عامله ايه؟ تروح عامله مصر فتيج، يقوم السفنتر عامل ازاي؟ سايب، وتروح عامله انتستاينال ارتابيليتي فتروح الانتست المتحركه، يقوم مين اللي طالع؟ الميكونيا على الميه الرايقه اللي بره دي كلها. دكتور النساء اول كلمه يقولها للست الغلبانه دي ده الميه اللي حوالين الطفل مالها؟ معكره. استفدت ايه؟ ان في بيبي طلع في هذه المياه. لحد كده ماشي. اخره هياخد شويه من الحاجات دي يبلعها. لو نزل الطفل ده وفات في البرس كمان وانت سبته لحد ما البلاسينتا اتفصل وراح واخد النفس الاولاني هيروح عامل ايه في كل الكلام ده؟ واخده كله ودخله في الرئه. فيدخل الرئه بص اضرب دي اللانز بتاعتك وده الاير واي اهو بيختار ممكن يروح جاي عامل كده في الاير واي وممكن يروح جاي عامل كده في الاير واي. ما فهمتش ايه الفرق بين دي ودي؟ دي كومبليت اوبستراكشن. ده مش هيحصل غير في الحاجات الديستال قوي تلاقيها راحت عامله كلها. دي بقى اسمها بول فالف ميكانيزم. الهواء ينجح في الدخول بس ما ينجحش في الخروج فتلاقي الرئه راحت كبرت كده. يعني العيال بتوع الميكونيا لو سالتك في الرئه في ايه فيها؟ ترد عليك يا بدبلوماسيه شديده جدا ارياس اوف كولابس ارياس اوف امفيزيما او اوفر انفليشن على حسب انت قافل ايه او ايه؟ كومبليت او برش. حته ميكونيوم كبيره سدت كلها اتعمل كلها بس حته صغنطه اتشحطت في النص عامله زي العوامه اللي احنا بننزل بيها الميه او الكوره اللي بنلعب بيها عشان تيجي تنفخها لازم تدوس ايه؟ على الفتحه بتاعتها عشان الفالف يرجع لورا كده اسمها بول فالف. خلاص؟ ده بالنسبه للعيال اللي عندكم بتوع الميكونيوم. يدخل الميكونيوم يعمل ميكانيكال اوبستراكشن وكيميكال اريتيشن ويزود الجروس اوف بكتيريا فيعمل نمونيا. يعني هو بيعمل ميكانيكال وايه؟ وكيميكال اريتيشن. طفل جاي بوست تير عنده بلاسينتا انسفشنسي ريسك فاكتور ايدجنج اوف بلاسينتا او بيرف هايبوكسيا او الام البلاسينتا بتاعتها خربانه فيها فاسكولار دامج فاهم بسبب سكر او بسبب ضغط او بسبب كومبليكيشن زود الريسك اوف بكتيريا جروس زود الريسك اوف اير واي اوبستراكشن فعمل كلينيكال ريسبيراتوري ديستريس في طفل كبير جلده من بره وضوافره والحبل السري بتوعه مالهم واخد له وش بايه؟ ميكونيوم خرج صدغ الواد نط في صدره السايكل كلها في الثلاث صور خرج الميكونيوم رسم الولد ودخل صدره من جوه ايه اللي حصل في الرئه تقدر تقول اوبستراكشن وهايبوكسيا مين اللي يدفع ثمن الهايبوكسيا البرين يحصل هايبوكسيك اسكيميك ايه الانكفالوباثي والهارت مش هيصمد ابدا في هذه المحزله هيحصل ديبريشن برضه للهارت يعني اللي بيدفع الكومبليكيشن كام حته ثلاثه لانج وهارت وايه وبرين برين هايبوكسيك اسكيميك واللانج ممكن يحصل فان يومو سوركس رهيب ونيومو ميدياستاينم رهيب تعرف تقول ليه نيوم سوركس ونيوم ميدياستاينم لان الهواء عمال يدخل ما ايه ما يخرجش هيحصل رابشر بعد شويه ويجي له نيوم سوركس او نيوم ميدياستاينم الطفل من بره شكله مدهون واخد وش الرجل الاخضر هالك وعنده ريسبيراتوري ديستريس تلاقي صدره دايما هايبر انفليتد كده ليه هايبر انفليتد عشان عنده اير ترافل اير ترافل ده شبه مريض الازمه اللي كان بيعرف يدخل شويه الهواء ما يعرفش ايه يخرجه اكس راي عنده ايه في الرئه ثلاث كلمات areas of collapse areas of hyperinflation وفلات diaphragm بصوا diaphragm لو نورمال تلاقوه عالي فوق كده طب لو انفيزيما تلاقوه مسطره كده طب لو نيوموثوركس تلاقوه قلب كده بس لما هنيجي نشرح اكس راي واحد اثنين ثلاثه خلص عشان الاكس راي زيطه زيطه ممكن تتلم في حصه ده هنعمل بس تبقى عارف روز حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ علاج الواد ده ايه بقى ان شاء الله؟ هتلاقي فيديو متين كده جاي لك في الفيديوهات بتاعت الريسسيتيشن ام يا عيني قاعده بتولد نورمال وابنها لسه بيخرج كده من البرس كده ما عملش حاجه لسه بيطلع بدماغه كده اللي هو الاوكسيبيتو انتيجو بيرفع راسه كده 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 راح الدكتور النساء جايب الايه؟
استكشن وراح داخل في بقه مشفط جامد وفي مناخيره جامد قبل ما البلاسينتا عملها تتفصل ويعمل ايه؟ وياخد النفس اللي انا خايف منه على اساس ان الحبه اللي هنا ما يدخلش فين؟ يبقى انا بس بشفطه ايرلي في البرث كمان. اوعى حد يجي في امتياز وانت في لفه النساء في اخر الدنيا هناك في اوضه كشك الولاده وينادي لك يقول لك الحق في واد بينهج بره روح نفخ له تطلع تلاقيه عامل عليه بالبي زي الواد ده اهو. تقوم تجيب انبو برضه وتقعد تنفخه. ده انت مصيبه. انت جاي بسلامه نيه الحاله عليك. انت مش لاقيه بينهج؟ بص عليه من بره كده نضيف وزي الفل يبقى ده مش ميكانيا. طب لقيت ضوافره مع السره مع شكله في حاجات كده ملحوسه عليه ده ميكانيا. اوعى تعمل له بالانبو باك كونترا انديكيت. في اتنين عيانين بينهجوا في اوضه الولاده اوعى تحط عليهم انبو باد ابدا. مين هما؟ الميكونيا اسبريشن. لان لما احط الانبو هيروح زائد كل الهواء اللي في بقه وزوره والفارس وكله على مين جوه؟ حتى اللي دخل الرئه كان لسه بره. انت عملت في ايه؟ لزقته في اخر الدنيا خالص. عمره ما بيخف بيموت. يجي له بالمونر هايبرتنشن ويموت. والعيل الثاني بتاع الدايفراجماتيك هيرنيا. العيال اللي الانتستن دخلت في صدرهم الله يهديكم يا جماعه. بلاش المصايب اللي بنشوف. هي الانتست لما تدخل صدر الولد انت جيت ركبت الانبو باك على بقه نفخت الهواء دخل لقى كان فتحه قدامه اتنين دخل شويه في الرئه وشويتين في الاستومك وفي الاسقف فمالى مين تحت الانتست. كل ما تتملى هواء تتضخم تروح دايسه على مين جنبها على الرئه. يعني انت تنفخ من هنا والولد يزرق من هنا تنفخ لان الانتست نايمه في حضن مين انت عملت نفخه هواء تروح دايسه على الرئه جامد. ممنوع الكلام. طب انا بعرف منين الدايفراجماتيك هيرنيا من كلمه واحده. تلاقي الواد بينهج بطنه فاضيه لازقه في ظهره وصدره عالي قد كده اهو. ليه؟ لان اللي كان هنا دخل هنا بطنه سكافويد مش كده ده نزل تحت. ليه؟ لان الانتستن اللي هنا مالها؟ مشي دخلت فين؟ يبقى اي واد صدره هايبر انفليتد وذا سكافويد ابدو منه بينهج في الدليفري روم ده عنده دايفراجماتيك ايه؟ ده ممنوع في الانبوبات. عاوز انفخ حط اندوتراكيال تيوب جوه التراكيه بايدك وعينك شايفها ونفخ في الرئه براحتك عشان الرئه هي اللي ايه؟ اللي تكبر وتدوس هي على مين؟ على الانتست مش العكس. فهمتوا ولا في مشاكل؟ النيوناتولوجي شاطر كويس مش زي ما الناس ما هيقهولك بس هو عاوز حد بيعرف يشرح. هي دي المشكله. فبعد اذنكم ذاكروا ودوسوا على قد ما تقدروا الفترة دي خلينا نخلص يعني ان شاء الله وزين وان ويك نكون قربنا نخلص. يعني من خلال الاسبوع الجاي نكون قربنا نخلص بنسبة 90%. هبدا بقى اقلب لكم الحاجات اللي فاتتكم اللي واقع منه حاجة لحد ما نعمل اعلان المراجعة ونخلص وزائد العمل. انا عاوز اتفضل من النظر النظر اللي خلص العمل كله اقل من اسبوع هكون هحفظه لك كله زي نص العيانين بالكلام ده. فمحدش يفرض بكرة ان شاء الله اعمل لكم امتحان صغير كده كيسز ثلاثة كم سؤال ام اس كيو وسؤال او اثنين اس تقلبوا نفسكم فيهم انفكشن وهيماتولوجي وممكن معاهم الريكتس او الكوشور خلاص. فذاكروا الانفكشن والهيماتولوجي كويس. ايه؟ اسئله صغيره عليها ريكتس. انا عارف انها بتيجي ام اس كيو بس انا عاوزها ريكتس. انا اكبر من انت حاضر. ذاكر كويس ذاكر كويس جدا.